بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام، وعبر البث المباشر على اليوتيوب. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج لك المايك. يمكنكم المشاركة معنا الآن عبر الاتصال على الأرقام الموجودة في أسفل الشاشة. وننوه للسادة المشاهدين الذين يشاهدوننا لأول مرة أن هذا البرنامج مفتوح، إذا كان لديك أي سؤال يخطر في بالك ما عليك إلا الاتصال بنا، وإن شاء الله نحن نجيبكم إن كنا نعرف الإجابة. إلى حين تجهز أولى الاتصالات، إذا أحد الأخوة عنده كلمة أو إضافة على ما تقدم في الحلقات الماضية تفضلوا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. حياكم الله أخواني الكرام. وطبعاً بالحلقة الماضية صار أكو نقاش عن مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله نعوذ بالله هل هو الذي عبس وتولى أم هو عثمان. ومع شديد الأسف البكرية مستقتلين بالدفاع عن عثمان، على حساب من؟ على حساب رسول الله صلى الله عليه وآله. وهاي صراحة مصيبة عجيبة. يعني مثلا لو كان المعني شخص آخر، خلينا نقول من الصحابة، يعني بيها باب وجواب نتناقش انه لا مثلا منه المقصود، اما هو اما النبي او عثمان، اما ننسب هذا التقريع والتوبيخ معاذ الله لرسول الله صلى الله عليه واله او لعثمان، شلون يستقتلون بالدفاع عن عثمان ويرمون النبي صلى الله عليه واله؟ شيء عجيب بصراحة. يعني خلوا محبة بقلوبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله، خلوا حب صادق إليه. ليش هذا الجفاء له صلى الله عليه وآله؟ وهذا الجفاء مترجم بالواقع، يعني مو فقط بالأقوال، بالواقع. حتى لما يروحون للنبي صلى الله عليه وآله يعطون ظهورهم، ما يحترمونه، ما يحترمون مرقد الشريف المبارك المقدس، ولا كأنه هذا خير خلق الله مثواه هنا، قبر خير خلق الله صلى الله عليه وآله. يتعاملون معهم بغلظة، وكأنهم ورثوا هذه الغلظة عن عمر اللي كان بعد معروف. أبو محمد تدري أنت شنو كان يسوي عمر بالنبي صلى الله عليه وآله، وشنو كان عنده غلظة على النبي صلى الله عليه وآله. وبس هذه لعن، هو لما ولاه أبو بكر لعنة الله عليه، زين قالوا له يعني بماذا تواجه ربك وليت علينا الفضل الغليظ. يعني هم نفسهم الصحابة اللي بيناتهم يعني ما زكوا عمر بن الخطاب لعنة الله عليه، وهذه الدرة مالته مشكورة، يعني لما يضرب بها القاصي والداني ما أحد يسلم منها أبدا. يعني عجبني يعني النقطة في تعليق أخ علي أنه الاستماتة في الدفاع عن عثمان، وغض النظر عن أنه من هم يصيبون بكلامهم، هاي حقيقة سوء توفيق. فعلى كل إنسان يراجع قبل ما يتصل، يراجع نفسه شنو النقطة المهمة، ولو عدنا اتصال شنو النقطة المهمة اللي يريد يتصل عليها، لأن هاي تكتب في أعماله. نعم أحسنت. بل يعني طبعا المخالفين طبعا طبيعتهم هكذا، يعني أنهم عادي يدافع عن الصحابة ويستميت في الدفاع عن الصحابة على حد تعبيرهم، ولكن عادي ينسبون الكثير من المسائل المشينة والمسيئة إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يعني الآن أنت تنزه عثمان بن عفان عن هذا العبوس في وجه ابن أبي مكتوم. طيب لماذا تنزه عن هذا وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني الواحد على الأقل يحتاط على دينه فيقول نعم إنها لم تنزل في رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينسب هذه الأقوال، لا ينسب هذه التفاسير إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويقول أنها نزلت في النبي.
على الأقل واحد يحتاط إلى دينه أو على دينه ويقول لا أنها لم تنزل في النبي، الآن ما تريد أنت تنسبها إلى عثمان بن عفان كما نقول نحن كما قال أئمتنا عليهم السلام. على الأقل يعني إذا أنت إنسان عندك ذرة غيرة على نبيك الأكرم صلى الله عليه وآله، على الأقل أنك تتوقف في هذه المسألة. والحال ليس كذلك، الحال أنك عليك أن ترجع إلى تفاسير هذه الآيات إلى أهل البيت عليهم السلام، لأنهم هم أهل الذكر الذين ذكرهم الله أو الذي عناهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. ناخذ أول اتصال في هذه الحلقة من الأخ سجاد من تكريت، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلوا. إن شاء الله أنا متشيع جديد. حياكم الله، أهلا وسهلا. تشيعت بسبب صورة التحريم ونزولها في عائشة وحفصة. نعم إن شاء الله، تفضل. وما يقدمه الشيخ الحبيب حفظه الله. بارك نعم الله. بارك الله فيك. والله الشيخ الحبيب حتى الليل ما خلانا نام. نعم. بسبب ما يقدمه ضد عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر وعثمان. بلي بارك الله فيك. وكذلك بسبب نعم. عندكم سؤال أخي في هذه الحلقة؟ لا أخي نعم. لا هي الأسئلة كذا مجاوب عليها في القناة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. بارك الله. نعم شكرا لك سجاد، موفق لكل خير، حياكم الله وهنيئا لكم ركوبكم سفينة النجاة وتصحيح إسلامكم. وهذا إن شاء الله تعالى يكون كل من يتابعنا إن شاء الله من أهل الخلاف من الطوائف الأخرى أن بالفعل يعني أن يأخذوا هذا الذي يطرح في هذا البرنامج أو في هاتين القناتين من أوراق بحثية لسماحة الشيخ الحبيب أو من هذه الأسئلة التي توجه إلينا في هذا البرنامج أن يأخذونها خيطا إنجاز التعبير للهداية، بحيث أنه إذا طرحت شبهة أو طرح سؤال وأجبنا عنه أن يراجعوا معنا، أن يراجعوا وراءنا، أن يبحثوا أكثر وأكثر حتى تتبين لهم هذه الحقائق أن أبا بكر عمر عثمان عائشة أيا كان أنهم ما كانوا مؤمنين حقا، أنهم كانوا منافقين، أنهم كانوا يظهرون الإسلام يبطنون الكفر، آذوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كثير من هذه المسائل التي تطرح في يعني في خصوص في النقاشات مع أهل الخلاف عليهم أن بالفعل أن يطلبوا الهداية وأن لا فقط يعتمدوا على الاستماع إلى مشايخهم إلى يعني إلى خطب الجمعة التي دائما ما تردد فيها هذه الآيات التي يزعم أنها في تبرئة أو في مدح الصحابة وما شابه ذلك. بلي كهنتهم يعني إذا يستمعون مثل ما يقول الأخ أبو أميري كهنتهم وعاظ السلاطين، لأن ذولا ما عندهم شغل بالدين وإنما هم بس لمدح السلطان وتعلية مقام الظالم الكافر ربما في بعض الأحيان. نعم تفضل. كلمة وردت عن أصحاب العلم قالوا ما من شيء تراه عينك أو تسمعه أذنك إلا وبه رسالة لك. أصحاب العلم هيك وصفوا هاي الكلام اللي نسمعه احنا. فهذا الأخ اللي يقلب بالمحطات لو شاف هاي المحطة لو سمع هذا الكلام فخلي يعلم أنه هذا رسالة موجهة لك. ما من شيء تراه عينك أو تسمعه أذنك إلا وهو رسالة لك، فانظر ماذا تفعل بهم. هاي الرسالة اللي تجيك يا أخي المستمع تفحصها شوفها وين تقدر تستفاد من عندها، شنو الفائدة بها. ولذلك يجتنب كثير من المحطات اللي يشوفها بس تهريج ولغو وكلام إعلامي وكلام كل منافسة على المال وعلى الجاه وعلى الشهرة لقاء مع فنان.
او شغلات من هالبرامج هاي المسرحيات الكوميديه اللي ما لها سمجه ما لها طعم. نعم. فائده. بس الاخ عفوا ابو محمد فقط الاخوه بالكنترول اذا يشوفوا اليوتيوب ما في صوت صار لفتره الظاهره من قطع الصوت. اذا تسمعون اخواني بالكنترول اذا تشوفون الحل. نعم زين. نعم تفضل ابو محمد. اتصال. نعم احنا عندنا اتصال للاخ عبد الله من الاردن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا تفضل. والله الله هل تاخذون بالخطبه الشقشقيه؟ نعم. نعم شنو السؤال؟ تأخذون بالخطبة الشقيقة؟ نعم تأخذون. بلى. نعم. سؤال الآن هل جيش معاوية جيش كافر أم مسلم؟ منافقين يعني كفار يظهرون الإسلام ويظهرون الشهادتين وهم يقاتلون عن الكفر، وكما قال عمار بن ياسر رحمه الله لما رأى هذه الرايات قال هاي الراية اللي حاملها معاوية أنا قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتها، مضمون كلام عمار رحمه الله. فهي نفس رايات الشرك والإلحاد والكفر، ولكن بأي باب؟ بغطاء يعني نفاق، بغطاء يدعون الإسلام، وهي أخطر طبعا. يعني ظاهرهم يدعون الإسلام وهم بالواقع كفار معاوية وجماعته. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيدنا لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، هذا في كتاب مناقب آل أبي طالب ومدينة المعاجز وبحار الأنوار ومستدرك سفينة البحار وإعلام الورى وكشف الغم. إيش تقول هذا الحديث؟ أنا جاوبتك قلت لك معاوية يظهر الإسلام، يظهر الإسلام هو وجماعته يدعون أنهم مسلمين، لكن بالواقع هم منافقين، والمنافق حكم المسلم. فهمت؟ طبعا هذا الحديث الذي ذكرته هو حديث من مصادركم أنتم ليست من مصادرنا، فهذا الحديث لا ليس من مرواتي، ليس من طرقنا نحن، فلا حجية فيه. بحثت بكتاب بحار الأنوار. حتى لو ورد هذا الحديث في مصادرنا فليس كل ما في مصادرنا هو خبر صحيح ويؤخذ به، فكثير من علمائنا يأخذون أو ينقلون ما جاء في كتب أهل الخلاف هكذا، يعني ليس شرطا التزاما بمثل هذه الروايات، وهذا الحديث لا ليس من طرقنا نحن. صاحب الكتاب إذا وضع رواية ولم ينقضها ولم يعلق عليها فهو يعتقد به. لا هذا يحتاج إلى بينة، وترجع إلى كل مصدر حتى تعرف على أي وجه أوردها. ربما أوردها من باب الإلزام، أو أورد رواية من باب الشاهد، من باب أي إن كان الآن غرضه أنه ما جاء في كتب القوم مقارنة بين ما جاء عندنا وما جاء عند أهل الخلاف، وهكذا كل رواية على حدة يعني يتبين معناها ويتبين المراد من نقل هذه الرواية. نعم بحار الأنوار أمامي يقول بالحديث 61 ما علق عليها نهائيا، يقول مناقب ابن شه في إعلام الورى ما عرفت أقرأ الاسم عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فنادى على باب فاطمة ثلاثا فلم يجبه أحد فمال إلى الحائط فقعد فيه وقعدت إلى جانبه، فبينا هو ذلك إذ خرج الحسن بن علي قد غسل وجهه وعلقت عليه سبحة قال فبسط النبي صلى الله عليه وآله يديه ومدها ثم ضم الحسن إلى صدره وقلبه وقال النبي هذا سيد ولعل الله عز وجل يصلح به بين فئتين من المسلمين. بلى. عبد الله على أي حال مثل ما قدمنا لك الحديث ليس من طرقنا ولا نأخذ بهذا الحديث، ولا فيه يعني دلالة على أن
على أن معاوية مثلا أنه إنسان مؤمن أو شيء من هذا القبيل. على أي حال هو ليس من طرقنا نحن الشيعة الإمامية. فقط أريد أسألك سؤال يا أخ عبد الله. أخ عبد الله. أخ عبد الله. هذا الحديث اسمعني اسمعني جاوبك عليه الأخ أبو أميري. أنت إذا تريد تناقشنا في معاوية وتريد تثبت معاوية فقط أريد منك تعليق على الأحاديث الواردة عندكم في صحاحكم في ثلب معاوية. مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا أشبع الله بطنه دعا عليه. طيب هذا الحديث فيه دعاء على معاوية أو في أحاديث أخرى إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، أي روايات موجودة في كتبكم. فماذا تعلق على مثل هذه الأحاديث التي فيها ثلب صريح لمعاوية؟ طيب أيضا علي عليه السلام يقول هم إخواننا بغوا عليه. طيب طيب الآن أنت شوف اسمعني الآن لا تنتقل إلى أشكال آخر، راح أجاوبك على هذه النقطة إن شاء الله. فقط جاوبني أنت الآن عندكم بصحاحكم النبي كان حديث ثلب معاوية لا أشبع الله بطنه دعاء من النبي صلى الله عليه وآله عليه. طيب ماذا تجيب الآن؟ ماذا ما هو جوابك؟ هل هذا الدعاء يلزم أنه يكون كافرا أو منافقا؟ طيب هذا الدعاء الآن سؤال، هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الدعاء طيب في فضل معاوية أم في ثلبه؟ ماذا تقول؟ لا في فضله ولا في سلبه، لأنه لا حط لا مكان الكفر ولا مكان النفاق. طيب سؤال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله يقول لا أشبع الله بطنه، جاوبني شلون لا في ثلبه ولا في مدحه؟ هذه فضيلة لمعاوية ولا مذمة؟ النبي يدعو عليه. ممكن مصدره بالله؟ مصدره صحيح مسلم موجود. رقم الرواية اللي طالع عندي الآن 2604، السند هكذا. طيب الراوي طبعا عبد الله بن عباس يقول كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فتواريت خلف باب قال فجاء فخطأني. يقول اي نعم عفوا قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادعو لي معاوية. قال فجئت فقلت وهو يأكل، قال ثم قال لي اذهب فادعو لي معاوية. النبي يروح يقول له ادعو لي معاوية، معاوية يأكل. النبي مر معاوية يقول عفني قاعد أكل، معناه يعني زين يعني ما يقبل أن النبي ما يجيب أمر النبي صلى الله عليه وآله. يا أبا النبي يدعوك بهذا المعنى زين، يعني أحد المعاني هذا هو المعنى. طيب أو أحد المعاني أنه ابن عباس مثلا يروح ويوقف يلقى يأكل ويرجع، يروح يوقف ويرجع يأكل ويرجع وهكذا. على أي حال أي تفسير يفسرونه لا يعنينا. طيب يقول وهو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادعو لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وآله لا أشبع الله بطنه. طيب ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ أنا أجاوبك. أول شيء الحديث في صحيح مسلم أدرجه في باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهل لذلك كان له زكاة وأجرا أو وقعت بالفخ. وأيضا النووي علق على هذا الحديث لو سمحت. النووي علق على هذا الحديث وقال لا أشبع الله بطنه ونحو ذلك، لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف صلى الله عليه وآله وسلم أن يصادف شيء من ذلك فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة. طيب يعني النبي أخطأ من دعا معاوية؟ أصبر خلنا أكمل. حتى لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية وكان دعاؤه من قلبه ومحكم في دعائه فهو عبارة عن زكاة له، لأنها لم تقع عليه بإذن الله. طيب يعني أنت تعلم النبي أن معاوية مستحق أو لا؟ ها تريد تعلم النبي أو مشايخ أو كهنة السوء وأئمة الضلال يريد يعلمون النبي أن معاوية ما كان مستحق فينقلب هذا إلى رحمة. طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على معاوية أنت شنو عقيدتك؟ ما كان معاوية مستحق لهذا الدعاء؟ لا احترم رموزي لو سمحت. احترم رسول الله، عفوا احترم رسول الله. لما تجي يم رسول الله صلى الله عليه وآله هنا يصير خط أحمر.
انت قاعد تطلع على القناة وبث مباشر وتقول النبي صلى الله عليه وآله دعا على معاوية ما كان مستحق معاوية، فمعناه ينقلب هذا الى فضل معاوية، وجبت لي كلام او التبويب اللي وضعه مسلم، منو مسلم حتى يعلم النبي؟ منو ما ادري النووي، منو ما ادري من هؤلاء حتى يعلمون النبي صلى الله عليه وآله على من يدعو النبي اللي الله يقول عنه وما ينطق عن الهوى. اسمع اسمع، الان سؤال، انا اخذ كلام الله عز وجل في القرآن اللي وصفه وما ينطق عن الهوى، نطق قال لا أشبع الله بطنه، هذا مو عن هوى، هذا حق لا شك ولا ريب فيه. لا تقنعني أن أترك القرآن وأخذ بأقوال النووي وأخذ بأقوال مسلم، هذه مثلبة لمعاوية، شلون قلبتوها في فضيلة؟ يعني واحدة من اثنين، لو تخطئون النبي وتقولون علي أخطأ حتى تحفظون معاوية، طيب لو تقولون لا معاوية كان مستحق فالنبي دعا عليه فلعنة الله عليه تلعنونه، واحدة من الاثنين، انتم تحفظون من؟ يعني البارحة تدافعون عن عثمان حتى تحفظون، حتى تدافعون عن عثمان تريد تحفظونه، وهذا دفاعكم ادى الى الطعن برسول الله صلى الله عليه واله. اليوم تتصل انت تريد تبين ما ادري تدافع عن معاويه، وهاي الان انت دفاعك عن معاويه، انت الان طعنت برسول الله صلى الله عليه واله. يعني ما ادري ليش هاي هذا الاستقتال عندكم بالدفاع عن هؤلاء وترك الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه واله، وكثيرا ما دفاعكم عن هؤلاء يؤدي الى الطعن برسول الله صلى الله عليه واله كما مر. خلصت بالله؟ طيب. نعم تفضلوا. طيب. اول شيء الحديث بوابه مسلم بباب وان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا انه من دعا عليه او سبه وهو ليس له اهل فتكون له زكاة واجرا ورحمه، فهذا بشرح المحدثين ومنهم مسلم ومنهم النووي. عبد الله يعني انت عبد الله دقيقه رجعان، عبد الله اسمعني ترى لهنا وكافي، يعني زاد شو اسمه زودتها شويه حبتين مثل ما يقولون بالمصري، يعني انت مصر على انه هذا الحديث انه الرسول اذا سب او اطعن او أتلب واحد وهو ما مستحق، يعني شنو قصدك؟ يعني أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلام جزافا، يعني كيف ما اتفق لو عن يعني شنو يعني صلى الله عليه وسلم ها؟ كل كلامه بالدنيا، كل كلامه بحياته هو وحي ولا مو وحي؟ وحي وحي وحي، وغصبا على اللي يرضى والما يرضى. وهو طيب هو معصوم عصمه مطلقه؟ معصوم عصمه مطلقه وغصبا على اللي يرضى والما يرضى. طيب كيف النبي كيف الله سبحانه وتعالى يقول له واستغفر لذنبك مرتين بالقران؟ متى انت اول مره يفتهم شنو التفسير؟ لا تفسر من كيفك ومن عقلك القاصر او من مشايخ السوء حتى يلون الكلام اللي ما يعرفون كوعهم من بوعهم، مثل رموزهم ابو بكر اللي ما يعرف شو اسمه الفاكهه من الاب، ولا يعرف شو اسمه عمر بن الخطاب التيمم من غير التيمم، ست اشهر ما يقبل احد يصلي، مجنب، روحوا اول مره تفقهوا في الدين، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لا تفسرون باهوائكم القاصره وعقولكم المريضه. نعم تفضل. كيف تفسر هذا؟ شو تفسر؟ روح اقرا التفاسير، لا تقول لي انه انت تفسر على هواك ولا تجيب لي تفسير شو اسمه. ووجدك ضالا فهدى، عفى الله عنك. انت تتابع القناه؟ طيب شكرا لك عبد الله على مداخلتكم. يعني ما زلتم يعني روح شويه خلي يصير عندكم شويه ثقافه دينيه لغويه، خلي يصير عندكم في قلبكم حب، وحتى لو ذر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما تسيئون الى هالاساءات هذه المتكرره المتواصله، ومصرين واشربوا في قلوبهم واشربوا هذا العجل. بلي خلنا بس نحرر اشكاله ونجاوب عليه. اولا يعني ما زال اهل الخلاف يطعنون بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويفسرون الآيات القرآنية على مزاجهم وعلى
يعني الرجوع إلى هؤلاء الكهنة مفسرين، لأنهم ابتعدوا عن أهل البيت عليهم السلام، ولذلك هو يقول كيف تفسر لنا ووجدك ضالا فهدى. مليون مرة ترجع إلى أهل البيت عليهم السلام، تصحح عقيدتك، تعرف ما هو التفسير الصحيح الذي يليق بمقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا مفسروكم الله يلعنهم واحد بعد واحد الذين يقولون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والعياذ بالله كان مشركا، كان على الشرك، كان على الضلال، وهذا ذكره الشيخ الحبيب وذكرناه قبل أيام فقط في هذا البرنامج، كيف أنهم يسيئون إلى النبي بهذه الشاكلة. فلا عجب أن يأتي إنسان يستحمق نفسه ويأتي ويقول أن هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله في معاوية لا أشبع الله بطنه أنها تكون في مناقبه. لا عجب أن هذه المكينة البكرية، العقل المنكوس، أن تدخل عليه المنقبة تخرج مثلبة في بعض الأحيان إذا كانت لأهل البيت عليهم السلام، لشيعتهم، كنومه على فراش رسول الله. نعم، والتصدق بالخاتم وغيرها من هذه الأمور، تأتيك المثلبة إلى هؤلاء اللعناء كأبي بكر، عمر، عثمان، معاوية، تخرج من جهة أخرى أنها منقبة. هكذا العقل المنكوس، هذه هي عقول أهل الخلاف. طيب، إذا الآن تقول أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو على أحد أو يدعو على أحد فتكون له زكاة و يعني تطهيرا من الذنوب وما شابه ذلك، هذه الأحاديث المكذوبة التي جاءت بها عائشة الحميراء لعنها الله، إذا كنت تعتقد بهذه المقالة التافهة، فإذا خلاص احنا حينما ندعو على معاوية وندعو على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، لماذا تغضضون كل هذه الغيظة؟ خلاص، فمفترض أن تقولون نحن نأخذ كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن هذه تكون زكاة لهم. لماذا كل هذا الصياح والنعيق والنهيق والنباح؟ زين، والنباح وكل هذه الكلمات، لماذا كل ذلك؟ خلاص تكون زكاة لهم. نحن ندعو اللهم عليك بأبي بكر وعمر، لعن الله أبا بكر وعمر، آمين، فليكن ذلك تكون زكاة لهم كما تدعون. تلتزمون بهذا الكلام؟ تلتزمون بهذه المقولة أم لا تلتزمون؟ هذا شيء. شيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله ليس له قول أو قولان في معاوية. إذا كنت هذا تظنه يعني تتبع مسلم هذا الحمار الجاهل تتبعه في هذا القول أنه منقبة، فلماذا، فما قولك حينما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويل لأمتي من معاوية ذي الأستاء؟ ماذا تقول؟ بتقول أيضا هذه منقبة وهذا دعاء؟ طيب، أول سؤال نسألك إياه إذا قلت بهذه المقالة أنه دعاء له وزكاة وتطهير، أول سؤال، لماذا حذف الطبراني أو الطبري، الآن الترديد مني، حذف هذه الكلام وقال ويل لأمتي من فلان ذي الأستى، وآخر قال ويل لأمتي من كذا وكذا؟ لا تلاعبوا بهذا الحديث. إذا كان زكاة وتطهيرا لماذا هذا التلاعب؟ واحد يثبت الأسماء، إن شاء الله بعد قليل أنا أطلع لكم الروايات من مصادرهم، واحد يثبت الأسماء ويخفي قول الرسول صلى الله عليه وآله، والآخر يعمل العكس. تجمع أنت لازم. أنت تعال اجمع طابق الروايات مع نفس السند، نفس السند، هو هنا ذكر هذا الاسم وأخفى الكلام، أخفى المقولة النبي، والآخر فعل العكس، أخفى الأسماء وأثبت قول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا الآن لماذا هذا التلاعب إذا كان زكاة وتطهيرا والكلام التافه الذي تقولون به؟ أما بس خلني أجاوب حول مسألة قولك أنه إخواننا بغوا علينا. يا هذا، ألم تقرأ
أما تقرأ الكتاب الله وإلى عاد أخاهم هودا فمثلهم فهم مثلهم. هذا نبي هذا إمامنا زين العابدين عليه السلام أجابه قبل مئات من السنين في رواية ينقلها لنا الطبرسي في الاحتجاج في رواية جميلة لطيفة تبين حال هؤلاء الذين أنت تظن أنهم مؤمنين أهل البصرة أو الذين قاتلوا عليا عليه السلام في معركة الجمل. جاءه رجل من أهل البصرة قائلا يا علي بن الحسين إن جدك علي بن أبي طالب قتل المؤمنين. شوف شلون يقول إلى الإمام السجاد عليه السلام أن جدك علي بن أبي طالب قتل المؤمنين. ماذا فعل الإمام السجاد عليه السلام؟ تقول الرواية فهملت عينا علي بن الحسين دموعا حتى امتلأت كفه منها ثم ضرب بها على الحصى ثم قال يا أخا أهل البصرة لا والله ما قتل علي عليه السلام مؤمنا ولا قتل مسلما وما أسلم القوم ولكن استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا الإسلام فلما وجدوا الكفر أو فلما وجدوا على الكفر أعوانا أظهروه وقد علمت صاحبة الجدب والمستحفظون من آل محمد صلى الله عليه وآله أن أصحاب الجمل وأصحاب صفين وأصحاب النهروان لعنوا على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. فقال شيخ من أهل الكوفة يا علي بن الحسين إن جدك كان يقول إخواننا بغوا علينا. الإمام علي عليه السلام كان يقول إخواننا بغوا علينا. فقال علي بن الحسين عليهما السلام أما تقرأ كتاب الله وإلى عاد أخاهم هودا فهم مثلهم أو مثلهم أنجى الله عز وجل هودا والذين معه وأهلك عادا بالريح العقيم. فتدبر يا عبد الله. بلي يعني هسه بس أنا أريد أسأل يعني هي الأحاديث مثل ما تفضلت أبو أميري يعني شقد كثيرة يعني في زين الفئة الباغية عمار تقتله الفئة الباغية شو الفئة الباغية شن هي يعني الباغية يعني القادمة أو الذاهبة أو المتوجهة إلى الجنة يعني نسيت تكملة الحديث شنو يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار يعني خلص معاوية إمام أمة النار داعي إلى النار أخذ بأضعف الإيمان خلي فئة باغية بس ما تكفيك خليك هذا تكملة الحديث يلا يم الأخ علي الشيخ علي يمك هسه هنا والله يسوى راس ذول المشايخ السوء وعض السلاطين. أبو محمد بس هي هاي نقطة هو يقول إن النبي صلى الله عليه وآله لما دعا على معاوية ما كان مستحق. طيب هذا لما تفتح هذا الباب يريد يخطى النبي لما تفتح هذا الباب زين هذا الباب ما ينسد من ما أدراك خلاص يجيك واحد ثاني يقول ما كان مستحق هذا عبد الله بن أبي بن سلول لما قال اللهم ادعو عليه اللهم احشو قبره نارا ما كان مستحق زين وينقلب إلى زكائله ينفتح هذا الباب زين. سؤال أنت لما سمعت مسلم أو قرأت بصحيح مسلم خلاه بباب يعني الفضاء لمعاوية أنه زكاة لمعاوية ما الدليل على هذا الكلام؟ ما الدليل على أنه معاوية ما كان مستحق؟ انتبه ما سألت مسلم هذا السؤال حديث لعائشة اي لا انا طبعا هذا الدليل مكذوب ولكن سلمنا جدلا خو النبي دعا على عبد الله بن ابي بن سلول دعا على اكثر من واحد ومنافقين هم زين ما الدليل على ان معاويه بالذات هو ما مقصود؟ النبي قال انا ما قصده. عندكم حديث نبوي يقول يابا والعياذ بالله انا اخطات بالدعاء على معاويه لا ما عندكم. هذا مجرد تاويل فاسد من هذا من سواء من مسلم او من شارح صحيح مسلم. لازم تنتبهون هذا الباب لما ينفتح انتم تفتحون باب الطعن برسول الله صلى الله عليه واله وبنبوته.
الويل لكم، انتوش قاعد تسوون، قاعد تلعبون بالإسلام. الآن الملحدين لما يقرؤون هذا كلامكم ويعتمدون على هذه قواعدكم يقدرون يلزموكم. هذا نفس الإشكال، بما أنه انت جوزت أنه يخطئ هنا، طيب العقل لا يمانع أن يخطئ بباقي الأمور، فتبطل نبوته صلى الله عليه وآله، وهذه هي المصيبة. بلي، ناخذ اتصال وإن شاء الله بعد شوي أنا أقرأ لكم الروايات اللي تلاعبوا فيها. ناخذ اتصال علي من الناصرية، تفضل علي. الأخ علي معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم وبركاته. حياكم الله، تفضلوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان. آمين. ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. طبعا سؤالي الأول، ما أريد أطول عليكم، صيغة صلاة الليل يعني عند السيد الشيرازي، الصيغة يعني هي 11 ركعة صحيح، ولكن شوف بها اختلافات. يعني مثلا الشفع فيها قنوت، والوتر فيها كثير صور يعني وغيرها، يعني الصيغة الموجودة عند السيد الشيرازي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، زيارة عاشوراء نقرأ ولعن الله عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة، يعني كيف يكون هو ابن عبيد الله ابن زياد مثل ما نعرف هو ابن مرجانة، يعني أي كيف تكون هذه الجملة يعني. بالي. طبعا البكرية مداخلة بسيطة، طبعا البكرية حقيقة كل شيء مقلوب عندهم، كل شيء مقلوب عندهم، ما عندهم فد، هو دينهم دين الترقيع حقيقة. لأنه أنا أحد البكرية تكلمت على التواصل الاجتماعي عن حديث الحوض اللي هو يذادون عن الحوض الأصحاب في صحيح البخاري، فقال هؤلاء ليس الأصحاب، بل هم هؤلاء نحن الأمة نذاد عن الحوض. وايضا حديث اللي موجود في صحيح مسلم انه علي عليه السلام وابن عباس كانوا يرون ابو بكر وعمر كاذبان آثمان غادران خائنان، هذا الحديث الموجود في صحيح مسلم. بلي. يعني هذا الحديث دزيته اليه يقول هذا مو صحيح، قلت له صحيح مسلم، يعني هم يعترفون انه صحيح مسلم والبخاري صحيح. فكل شيء كل شيء، بس اهم نقطه عندهم أن يبقى دينهم هذا الدين المتهالي. نعم. هو أهم شيء هذا اللي يبقى، ما عندهم أي شيء، واللي طالب الحقيقة واللي يريد الحق واللي يريد استبصار حقيقة ما يبقى فيه دين، جهل بجهل، يعني 10 مبشرين بالجنة واحد يقتل واحد، غيرها كثير 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 من الأمور. فحقيقة يعني دين متهالك، وجزاكم الله خير الجزاء، الله يوفقكم إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا. يا حبيبي في امان الله، ما اريد اطول عليك. السلام عليكم. السلام والرحمه. ناخذ اتصال طارق من ليبيا، تفضل طارق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للجميع، استاذ محمد الحداد، استاذ أهلا. علي واستاذ سمير الشوهني. اهلا وسهلا، حياك الله. الله يسلمك استاذ محمد. الله يسلمكم استاذ محمد. صار لي 3-4 أيام تقريبا حضرت ورقة بحثية، يعني بيبر نسميها نحن بالإنجليزي، عن موضوع نساء أهل البيت، يعني إذا ممكن بس نسوي طرح الأبستراكت يعني بتاعها، يعني يسموه الملخص إذا ممكن. تفضل هنا. طبعا المصدر بتاعي كتاب نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث النبوي، تأليف أحمد خليل جمعة، دار اليمامة للطباعة والنشر، الطبعة 5/2002. هذا مستند على 192 مرجع، أولها القرآن الكريم وباقي الكتب الكبيرة، يعني المراجع الكبرى. طبعا هو يذكر، أنا أخذت من الكتاب طبعا، زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 زوجة، واحد يعني نأخذها بالتسلسل التاريخي، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت خزيمة، أم سلمة، زينب بن جحش، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حيي، رملة بنت أبي سفيان، ميمونة بنت الحارث. 11 زوجة توفوا اثنين قبل، يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقوا 9 يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوا 9. في اثنين يعني زائدا، السراري هي ملك اليمين، يعني ماريا بنت شمعون القبطية، السيدة ماريا رضي الله عنها أم سيدنا إبراهيم، والسيدة ريحانة بن زيد رضي الله عنها، هذول يسمون السراري،
يعني السرية ملك اليمين. البنات رسول صلى الله عليه وعليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها، السيدة رقية رضي الله عنها، السيدة أم كلثوم رضي الله عنها، السيدة فاطمة رضي الله عنها، والحفيدات أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها، زينب بنت علي رضي الله عنها وعنه، أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وعنه، يعني هذول الحفيدات. طبعا نحن نتكلم توا عن يعني حادثتين شهيرتين في التاريخ الإسلامي، يعني حادثتين الأفق. يعني دائما نقول في حادثة الأفق واحدة. طبعا نحن الطرح بتاعنا أستاذ محمد معايا بالموضوع. إيه نعم نسمعك. استمر إن شاء الله. إيه. إن شاء الله. بعدنا إحنا حادثة أفق نزل بها القرآن الكريم. نحن نقول نحن أهل السنة يعني نقول هي الحادثة اللي صارت مع السيدة عائشة وكانوا راجعين من غزوة بني المصطلق في مكان يدعى المريصيع. طبعا هاي الحادثة في السنة الخامسة على أغلب الروايات السنة الخامسة للهجرة. طبعا هاي الحادثة واللي نحن نقول نحن يعني الأهل السنة أنه نزل بها الذي جاء بالإفتي أصبة منكم. هذه الحادثة الثانية للإفك وهذه موجودة تاريخيا يعني معروفة، هي اتهام السيدة ماريا. يعني السيدة ماريا بعد ولادة السيد إبراهيم رضي الله عنهم صار لغط، طاف أنت أعداء الإسلام كثيرين فصار لغط. فكان أثناء ما أهديت السيدة ماريا، طبعا أهديت من أهداها؟ أهداها المقوقس عظيم القبط. أيمتى أهديت؟ أهديت بعد صلح الحديبية يعني بعد 7 هجرية صارت إهداء، نزلوا رسائل رسول صلى الله عليه وعليه وسلم، نزل رسائل على الملوك ومن ضمنهم المقوقس. المقوقس رز بشكل لطيف أرسل هدية، الهدية جاريتين عظيمتين الشأن لدى القبط، ماريا رضي الله عنها وأختها سيرين، ومعهم عبد مجبوب، عبد مجبوب اسمه مابور، مع بغلة بيضاء اسمها دلدل. هذه بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم صارت يعني معروفة دلدل يسموه. طبعا هنا نتكلم بعد ولادة السيد إبراهيم عليه السلام صار لغط. هي كانت عايشة وين حسب يعني متفق تاريخيا؟ عايشة في مشربة أم إبراهيم. هي سكنت بالبداية مع يعني في البيت النبوي الشريف، صار شوية مشاكل، هي كانت يعني صارت مشاكل زوجات يعني مشاكل عائلية، فنقلت إلى مشربة أم إبراهيم يسموها تاريخيا بعيدة نوعا ما يعني. فكان يخدمها منه يعني يجيب لها المية والحطب اللي هو مابوه اللي هو المجبوب هذا اللي أهدي معها، هو قبطي أيضا. فكان بعد ما ولد سيدنا إبراهيم صار لغط بالمدينة، يعني كلام قالوا علج يختلف إلى علجة اعتبارا متعودين أنه قبطية هي. فهنا صار الأفك، هذا حادث الأفك، هذا اتهام صح له لا. فمن هنا نجي على عملية طبعا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه راح في حادثة، يعني في رواية أنا ولو ما أتفق مع هذه الرواية بس تطرح أنه هو راح يقتله. طبعا أنا ما أرجح أن الرسول صلى الله عليه وعلى سلم يسأل سيدنا علي حتى يقتل شخص مباشرة يعني على كلام، فهو أصلا يعرفون هو مجبوب. فمن راح طيب الآن خلاصة الكلام أخ طارق لأن عندنا اتصالات كثيرة. نعم خلاصة ما تريد أن تقول. الله يحفظك، الله يحفظك أستاذ. خلاصة الكلام، الرواية الأولى مع الأفق اللي نزل بها القرآن الكريم، ليش نزل بها القرآن الكريم؟ يعني حسب تحليلي يعني هاي 3 أيام 4 نفكك بال هاي الرواية، إنه اللي 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 حصلت وين حصلت أستاذ محمد؟ حصلت بأن السيدة عائشة وجودها بعد ما مشى الجيش بقت في الصحراء، وأجى صفوان بن المعطل الصحابي الجليل رضي الله عنه، رجع هذا يسوي عملية سكانينج يعني نسميها مسح خلف الجيش، يعني هذه موجودة بالجيوش، فهو وجدها نائمة أخذها معه. فما اللي حدث هاي الحادثة؟ لا يمكن أستاذ محمد، أنتم باحثين علميين ما شاء الله متمكنين، لا يمكن لا يمكن أن تبرأ السيدة عائشة لأنه ما موجود مع صفوان والسيدة عائشة في هذاك الموقف غير الله سبحانه وتعالى، لأنه الله ثالثهما. طيب زين من يبرأها؟
ما فيش بشري براء أستاذ محمد. احنا نشكرك أخ طارق، نشكرك على ان شاء الله نجاوبكم وضحت فكرتكم. انت تريد ان تقول فقط ان حادثة الإفك نزلت في عائشة الحميراء. ان شاء الله نجاوبكم بعد قليل. ناخذ اتصال ابو سلطان من الجزيرة المحمدية، تفضلوا ابو سلطان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييكم. استشهد بكلامي للإمام علي عليه الصلاة والسلام لما قال القلب إناء واللسان مغرفة إلى الإناء، ولا بمقولة أخرى المرء مخبوء تحت لسانه. نعم. أي بمعنى إذا تكلم الإنسان تعرفه من منطقة. كلامي إلى الخطيب واللي اتصل من الأردن ويلحقهم طارق من ليبيا. أنا أستغرب من أشخاص يستميتون دفاع الناس من نطفة جاهلية وتربوا بجاهلية وعاشوا بجاهلية وماتوا بجاهلية إلى درجة أنهم يتحدون فيها الله ورسوله صلى الله عليه وآله. أنا أستغرب من يوم أنه يستميت في الدفاع مقابل الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام اللي شهد له الله بعزته وجلالته إنك لعلى خلق عظيم. هذا من ناحية الأخطاء إذا حبوا يخطئون الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية أنه لا ينطق عن الهوى، شهادة إلهية بحتة ما يحتاج فيها أي نقاش عند أي عاقل. إذا بحلل شخصية الخطيب فهذا إنسان أوصفه أنه جالس بمضافة على قولتهم في الأردن اللي هو ديوان أو ديوانية، وجامع لعشرة على يمينه وعشرة على يساره من هالجهلة، ويقعد على قولة الشيخ الحبيب يقعد يخرط عليهم من هالحتي وهذولك يرزون برأسهم له، يجيب له كلمات منية ويحفظ له جملة من هنا ويجي ويتفلسف فيها يا أستاذي ويا أخي الكريم ويا أبو أميري، ومن هالكلمات هذه يفكر أنها تعطيه صورة أمام المشاهدين أو المستمعين. أنا سؤالي لهم، ما فكرت بكرة لما تهلك وينتهي أمرك وتارد الأمة هذه كلها إلى الحوض، ما فكرت في أي وجه أسود قابل فيه نبيك الأعظم صلى الله عليه وآله؟ هل تفكر أنه راح يسقيك شربة الماء؟ لا والله، إلا أنك تكون مطرود من الرحمة الإلهية نهائيا. بأي وجه تدافع عنه؟ أن ترجع إلى محاضرات سماحة الشيخ الحبيب عثمان حمال الخطايا، التاريخ ذكر والسيرة ذكرت وبينت عفن هالإنسان هذا بعفنه. تجي أنت الآن تبي تطلعه أنه ملاك، أنه منزه، تقارنه مع أهل الطهر والمطهرين؟ اتقوا الله يا ناس. أنا شاكر لكم. أحسنتم، بارك الله فيك أبو سلطان. الله بيك في ميزان حسناتك يا أبو سلطان. الله يطول لي عمرك. تحياتي. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. وعليكم السلام. وعليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. هذا اللي يريد يخلي بميزان الآخرة. بلي. كلمات تبقى. نعم. ناخذ اتصال عبد الجبار من الجزائر، تفضل عبد الجبار. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. السلام عليكم وأحييكم إن شاء الله على الجميع. عندي زوج مواضيع من فضلكم إن أردتم توضحونهم يعني قدر المستطاع. نعم تفضل. نحن تعلمنا وقرأنا منذ صغر أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه يعني مرض عند بيت عائشة وتوفي عند عائشة في بيت عائشة. نعم. نعم. كما أتاه ملك الموت وخيره بإذن الله عز وجل. صحيح. وأنتم عندكم رأي آخر في هذا الموضوع أنه لا، بالعكس هو كان عند السيد علي، عند بيت السيد علي والسيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليهم. نعم صحيح. نعم. ولكن نعم نعم شكرا. ولكن مما تقول أنا أتبعكم منذ زمن طويل أن في آخر نعم أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أو أمر بكتاب أن يكتب وصايا لكي لا يضلوا من بعده لكي يتبعونه وصايا،
وصايا، وعمر بن الخطاب اعترض وقال إنه يهجر ذلك، فعمر بن الخطاب اعترض. إن كان صحيحا هذا النبي أكرم صلى الله عليه وسلم مرض في بيت سيد علي وفاطمة الزهراء في أيامه، طلب أن يكتب الكتاب، يعني كان له ذلك بمجرد أنه كان في بيت سيد علي وسيد فاطمة الزهراء. طيب إن شاء الله إحنا نجاوبكم على أسئلتكم. وهناك شيء آخر إن أردتم شيء آخر نعم تفضل. منذ بعد أيام كنت أتواصل مع قناتكم بالرسائل، وكان عندي واحد ريب في واحد المقطع، وبعثوا لي المقطع للشيخ ياسر الحبيب بكله في الموضوع إلا كان مأبونا هكذا يعني تتبعته منكوح نعم أبونا ومكوح نعم 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 تتبعت المقطع كله في مقطع من ذلك تلك الفيديو الذي كنت أركز عليه، لما يقول الشيخ ياسر الحبيب لما يزداد يأتي مولود من عند آل الشيعة إن علم الله أنه من آل الشيعة فيحجب عليه ذلك القرين الذي أكرمكم الله يضع إصبعه في دبره في فرجه إن كان ذكر أو أنثى. نعم أولتها يقول إن علم الله، يعني هذا أداة إن علم الله، يعني هي فيها أداة نوع من الشك، أو يعني ولكن كما تقولون إن لا تزر وزرة وزر أخرى، يعني مولود جديد يأتي إلى الدنيا يعني صغير رضيع، فما يكون ذنبه أن إن كان من تلك الشيعة أو كان كما قال الشيخ ياسر الحبيب من أهل النواصب، نعم أهل النواصب من أعداء بيت الله، أعداء بيت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا متفق عليه، يعني أعداء بيت أهل رسول الله هم أعداء الدين، يعني نحن نتفق معكم، لكن يعني شيء شوية صعب العقل يعني يتقبل هدوء. وهذه هي. شكرا عليكم وشكرا لكم جزيلا. شكرا لك عبد الجبار، بارك الله فيك. إن شاء الله نجيب على أسئلتكم، بس نأخذ اتصال مرتضى من ديالة. تفضل مرتضى. قطع. نعم نأخذ ناصر من الجزيرة المحمدية. تفضل ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضلوا. الله يحييك. يعني أنا عندي صراحة يعني تساؤلات يا أخي في بالي بصراحة. تفضل. الشيعة. نعم. يعني أولا قبل ما أبدأ في التساؤلات هذه، في أحد المشايخ المعممين يقول علي بدون يا الله شرك، فإيش رأيك في الكلام هذا اللي يقوله علي الكوران كذا يقول علي بدون يا الله شرك، فما قولك في هذا الكلام؟ هذا أولا. شنو المقصود يعني؟ يقول يعني قول علي بدون يا الله، يعني انك تقول يا الله يا الله بدون يا علي شرك، هذا قراني كذا يقول الله لازم بدون علي نسمع شرك. نسمع الكلام حتى نفهم شنو مقصود فيه، هكذا ناقل هكذا. طيب. اذا كان نعم. اذا مثل كان قصده انه انت مثلا يعني واحد يزعم انه يوحد الله عز وجل من دون علي عليه السلام، من دون الاخذ بمنهج علي عليه السلام وديني علي عليه السلام، فلا شك ولا رب هذا كفر وشرك وإلحاد. يعني الإسلام الله عز وجل، إذا تريد الله عز وجل وطريق الله عز وجل تجي من باب علي عليه السلام، من باب أمير المؤمنين عليه السلام. إذا كان هذا قصده فما في خلاف، أصلا هذا الكلام صحيح. يا الله بلا علي شرك. طيب مو مشكلة، خلاص التصريح حق الكوراني موجود، وأنا أكمل النقاط اللي عندي. تفضل. الشيعة ما عندهم يعني آية محكمة يستدلوا بها على الإمامة يعني، ولا على كل أركانهم. أنا أشوف الشيعة يعني ما يتبعوا إلا متشابهة بصراحة. موجودة آيات الصحابة، يتكلموا الصحابة. دقيقة أكمل. تفضل. إذا جو يعني أولا ما عندهم آية محكمة في الإمامة. طيب. ولا في يعني ولا ايضا في الائمه الاثني عشر، يعني ما لهم اي ذكر في القران، مع انه القران ما شاء الله ما فرطنا في الكتاب من شيء يقول الله تعالى، مع ذلك ما نجد لا ذكر لا ائمه ولا يعني ايه محكمه فقط تثبت يعني اهم ركن يعني من اركان. طيب. الاسلام عندكم هب جدلا انه ما في ايه محكمه، سؤال لك، هب جدلا انه ما في ايه محكمه وموجود عندنا الادله بالسنه، فهل هذا كافي؟ لا، من القرآن. يعني لازم من القرآن، يعني لا تأخذ العقائد
من السنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا القول اللي أنت تقوله؟ حنا الحين دقيقة، حنا حنرجع للقرآن. طيب يعني ما تقبل نعطيك أدلة من السنة، تريد فقط من القرآن؟ أول شيء القرآن، هذا هو أعلى شيء. جاي يعني الآن سؤال، هب جدلا يا أخي، هب جدلا، ما عنده دليل من القرآن، أريد أجيب لك أدلة من السنة، تقبل ولا تريد فقط القرآن؟ طيب ما في، طيب عندكم أنتوا حديث صحيحة، حديثهم كلها ضعيفة. طيب لا جايك وحدة، أنت إشكالك أولا قلت ما عندكم آية محكمة من القرآن تثبت الإمامة. زين محكمة، نعم، يعني بدون تفسير كذا. زين طيب، هب جدلا إن سلمنا جدلا، أكو آيات نعتقد، ولكن أقول جدلا ماكو، ما عندنا، أريد أجيب لك أدلة من السنة، تقبل ولا تريد فقط من القرآن؟ أول شيء من القرآن. يعني ما تقبل أولا أعطيك أدلتي من السنة؟ لا بالعكس، سنة نبينا نقبل، سنة نبينا إذا كانت صحيحة. طيب لكن عندكم، طيب الآن دقيقة، الآن بس أريد أحرر يعني إشكالك. اسمع جايك، يعني أنت الآن إذا جبت لك أدلة صحيحة من السنة في إثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام تؤمن بها، صح؟ يعني مو إلا من القرآن. أنا الحين أطالبك بالقرآن وجايك أنا قاعد أقول لك أخي، فهمني افرض ما عندي دليل، افرض اسمع افرض ما عندي دليل من القرآن، افرضني فرض المحال ليس بمحال، افرض زين ما عندي دليل من القرآن، أريد أجيب لك أدلة صحيحة من السنة، تقبل ولا تريد فقط من القرآن؟ أنا أول شيء أود من القرآن. يعني أيوة، هذا اسمع أخواني، هذا الرجل الأخ ناصر من الجزيرة المحمدية، الأخ يقول أريد من القرآن. زين خلينا نشوف هذا الشبهة الجديدة، هذه الشبهة هي موافقة، اسمع يا أخ ناصر، هذه شبهتك هي موافقة للأصول اللي رسختوا عليها دينكم أو لا؟ لا. ليش أقول لك ما تعرفون؟ لأنه أنتم قاعد تنقضون أصول دينكم، بعبارة أخرى القواعد اللي أرسخوها وأصلوها علماءكم في مسألة الأخذ من السنة. اسمع ماذا يقول البربهاري في كتابه، اسمع خليه أكمل ثم تعلم. مشايخ السنة يا شيخ، معلش يعني. طيب بغض النظر، يعني خلنا دحين في الكتاب في القرآن. جايك أنا فقط جايك، راح نعطيك أدلة، راح نعطيك أدلة. أنا صار ساعة أسوي تحقيق وياك حتى أبين أنه أنت قاعد تنقض الأصول، أريد أجيب لك أدلة من السنة تقول لا أعطيني القرآن. طيب خلينا نشوف علماءكم. نشكرك ناصر. طيب نشكرك ناصر، إن شاء الله الأخ راح يجاوبكم على مسألتكم، مو حق نقاش هذا الأخ، يعني واضح النضعي، فإذا تجاوبه أنت اذكر الإشكال والشبه وجاوب عليه. أحسنتم. شوفوا أخواني، صار لي كم دقيقة، أريد أستخرج منه هذا الاعتراف، أنه تعال أنت تريد، أفرض جدلا ما عندنا آيات قرآنية، في الواقع إحنا عندنا، زين عندنا آيات وآيات كثيرة في إثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام، ثلث القرآن فيهم صلوات الله عليهم، ثلث القرآن فيهم، هذا في باب المدائح والفضائل وباب المناقب، هذا القرآن نازل في أهل البيت عليهم السلام، والثلث اللي باقي في ذم أعدائهم عليهم السلام. طيب روايات عندنا، ولكن قلت له جدلا ما في آية قرآنية، جدلا أريد أتنزل معك، قال أريد من القرآن فقط. والسنة؟ قال أريد من القرآن فقط. أولا تعطيني القرآن، قاعد يرفض السنة، أريد أجيب له أدلة من السنة. لا شوف أخوان، البربهاري عنده كتاب، وهذا حنبلي، زين متشدد، أي حنبلي، والأخ من الجزيرة المحمدية الظاهر وهابي أو على حنابلة، أي حنابلة، يعني اللي المطاوعة يسمونهم المطاوعة. زين في كتابه شرح السنة، هذا ما يسمى هذا الكتاب، يقول في هذا تحت رقم 135، يقول وإذا سمعت الرجل، ما أدري تريد تحب أبدل الرجل وأكتب اسمك، وإذا سمعت ناصر، زين تأتيه بالأثر، أريد أجيب له أثر، أنا أجيب له أدلة على إمام تربية عليه السلام، فلا يريده، هو يريد من القرآن. الأخ يقول أريد من القرآن، سمعته الآن. شو يقول البربهاري؟ فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده. أنت قاعد تحتوى على الزندقة بهذه الإشكالات اللي قاعد تطرحها. زين أصلاً أنتوا قاعد تخالفون، خصوصاً أنتوا ذول الوهابية، شون تروحون هذا الإشكال؟ مو أنتوا مسوي لكم حرب مع الأشاعرة اللي يقولون إحنا ما نقبل الحديث الآحاد بالعقائد، وشانين هجوم على الأشاعرة؟ زين
اللي طبعا عقيدتهم فاسدة أيضا. طيب هذا هو اللي أنتم قاعد تشكلون بهاي الشبهة التافية علي أنا. طيب ليش تحاربون الأشاعرة بهاي النقطة؟ يقول هذا ابن تيمية طيب في كتابه المسودة في أصول الفقه، يقول مسألة أو عفوا شيخنا فصل، مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد، أخبار الآحاد مو المتواترة، طيب أخبار الآحاد المتلقات بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، أصول الدين، دين الإسلام. إذا ورد في خبر حديث صحيح نستطيع أن نثبت به أصول الدين. طيب وهذه الأقوال مال علماءكم كثيرة لا حصر لها في هذه المسألة. هاي مثلا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، طيب عندهم هذا الكلام يقولون وبعد وإذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول صلى الله عليه وآله كان حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا بإجماع أهل السنة، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر وراجع في الموضوع إلى كتب الصواعق لابن القيم أو مختصرة للموصلي. طيب علماءكم حتى الموجودين الآن يفتون يقولون ما يصير ترجعون الأحاديث اللي يستدلون فيها أخبار الآحاد لإثبات العقائد اعتقادا وعملا. أنت شنو هذا كلامك عجيب؟ ومو الأخ ناصر الله يهديه، هم ذولا قاعد يروجون راقصة صفر راقصة وصال، زين هذولا اللي لعنة الله عليهم المسترزقين ومستأكلين بعرض أمهم عائشة، زين يريد يستأكلون بأمهم عائشة، يطرحون هاي الشبه التالفة البالية اللي هي تخالف ما أرساه علماؤهم. فتأمل يا أخي، والأدلة إذا تريدون بعد أخواني يعني موجودين الآيات القرآنية كثيرة إذا تحبون تطرقون لها. نعم ناخذ أو خلني بس أذكر الروايات اللي هم تلاعبوا بها ردا على الأخ عبد الله من الأردن عن معاوية. الرواية الأولى أوردها ابن سعد في الطبقات الكبرى في الجزء السابع صفحة 78 عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، قلت ما هذا؟ قالوا معاوية مر قبيل آخذ بيدي أبيه ورسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر يخرجان من المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فيهما قولا. شنو هذا القول؟ الله العالم. المهم إن من اللي مر معاوية وأبيه أبو سفيان مر والنبي صلى الله عليه وآله قال فيهم قولا، هذا الموجود في الطبقات الكبرى. تفتش عن هذا الحديث تجده في المعجم الكبير للطبراني بنفس السند عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال دخلت مسجد المدينة فإذا الناس يقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، قال قلت ماذا؟ قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب على منبره فقام، من قام؟ فقام رجل فأخذ بيد ابنه فأخرجه من المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله القائد والمقود، ويل لهذه أو ويل لهذه الأمة من فلان ذي الأستاء. يعني منه؟ يعني معاوية. لعن الله القائد أبو سفيان والمقود معاوية، ويل لهذه الأمة من فلان أي من معاوية ذي الأستاء. معلوم أن ذو الأستاء هو معاوية كان كبير بلي، يعني على أي حال. فهنا يعني السؤال إلى الأخ عبد الله أنه إذا كنتم في تلك الرواية قلتم أنها في منقبة وفضيلة إلى معاوية من أبي سفيان، طيب ماذا تقول في هذه الرواية؟ هل هي منقبة
إذا كانت منقبة فلماذا أخفى ابن ساعد لماذا أخفى القول قول رسول الله صلى الله عليه وآله أخفى، وكذلك ما أخفاه الطبري أو الطبراني لماذا أخفى الأسماء إذا كنت تقول أنها منقبة. فعليك أن تتدبر أكثر، عليك أن ترجع إلى أهل البيت عليهم السلام حتى تتضح لك المسألة. ناخذ اتصال عمار من كربلاء المقدسة، تفضل عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخ أبو سلطان وإلى جميع الأخوة في الاستوديو. أنا متابع قديم لكم ولي حق عليكم، إذا أطلب منكم طلبا وسؤال. نعم تفضلوا. فأما الطلب، يوجد لديكم شات مباشر على هذا اليوتيوب المباشر. نعم. هذا الشات كلام لا يليق بهذه القناة. نعم. وأنا أربأ أن يكون مثل هذا الكلام وهذه العبارات البذيئة أن تكون على هذه القناة، لأنها تمثل فاطمة الزهراء عليها السلام. سلام الله عليه. هذا الطلب. نعم. فأما السؤال، إذا أطلب منكم إما مراقبة على الشات أو إجراء آخر أو رفض هذا الشات، لأنه ممكن أن يكون بيد الجهلة الذين يشوهون سمعة هذه القناة. نعم. وهذا الكلام طبعا من حرصي عليكم. أحسنت. نعم. السؤال الآخر بالإدارة. السؤال الذي لدي، الشيخ الحبيب حفظه الله يبدأ محاضراته دائما بقوله جميع الأشياء قوله آل محمد فيما بلغني منهم وما لم يبلغني. نعم. إذا أخطأ نعم صحيح. فيما بلغني واضح من خلال الروايات المذكورة عن أهلي، فيما لم يبلغني هذه أحتاج توضيح منك، وأشكرك الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي عمار. طبعا بالنسبة لطلبكم فأحسنت وجدت، بارك الله فيك. ونحن ننوه إلى الأخوة الآن الذين يستمعون إلينا، حتى الأخوة الآن اللي يتابعون على اليوتيوب، أن يكونوا نقاشاتهم كلامهم وما أشبه ذلك كله فيه رضا لله ورسوله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نعم هنالك قد يدخل داخل ويسب ويشتم وهذا، وطبيعة الحال هذا يحصل، يعني الأخوة في الكنترول إن شاء الله تعالى، يعني إما هم يراقبون هذه بين الفينة والأخرى أو يضعون أحدا يراقب الشات، يعني مراقبة حثيثة، يعني حتى يعني يتم إزالة هذه، سواء كان السب أو الشتم أو الأمور غير اللائقة حتى التي تصدر يعني من الأخوة الشيعة. فإن شاء الله تعالى هذا الطلب أيضا الأخوة يستمعون إلينا في الكنترول وإن شاء الله يعملون اللازم. أما بالنسبة إلى التفسير، القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما بلغني عنهم فيما أسروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم فيما لم يبلغني، فهذا موجود الجواب في القطرة منذ مدة يعني في هذه المسألة، وأنه أنك تقول يعني فيما بلغني عنهم أقول به، وحتى الذي لم يبلغني أنا قائل به أسلم به. فهذا هو خلاصة يعني الكلام، يعني أنا أقول كما قال الأئمة عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا، بلغني عنهم ذلك أم لم يبلغني أنا قائل به إن شاء الله. كثير من حديثهم عليهم السلام ضاعت. نعم. هذه اللي ما وصلتنا أنا أعتقد به. نعم. تسليم، يكون هنالك تسليم لأقوالهم صلوات الله عليهم، لا رفض لا إنكار. نعم. لا تحريف. نعم. من أراد أن يستكمل الإيمان كله فليقل في مضمون رواية كل ما يريد يبدأ كلام يقول هذا القول. نعم. ولذلك الشيخ مواظب على هذا المسألة. بالي. الأخ عمار ما يعني ما ينسانا مثل ما هو عنده طلب، إحنا هم عندنا طلب منه ما ينسانا من الزيارة والدعاء. بالي. ناخذ اتصال مرتضى من ديالة، تفضلوا مرتضى.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كونكم إن شاء الله زينين. حياكم الله، أهلا وسهلا. حياكم الله ورعاكم. أنا من مخلدين سيدي السيستاني، وعندي سؤال على مود الشهادة الثالثة بالصلاة. الشهادة الثالثة في الصلاة، نعم. بالتشهد الأوسط. نعم. يعني سيدي السيستاني يقول تبطل الصلاة. حسب يعني هي تبطل حسب الصلاة. حسب ما حسب البحث الأخير في مرة سؤلنا هنا موجود في موقع الرسمي للسيد السيستاني أن لديه احتياط وجوبي هنا في المسألة. إيه الأحوط وجوباً تركه. بلي. فلا للمقلد لمقلدي السيد السيستاني لهم أن يرجعوا في هذه المسألة إلى السيد صادق الشيرازي. يرجعون إليه في هذه المسألة لأن السيد المرجع عنده استحباب ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بلفظ وأن عليا نعم الولي. بلي. زين شو يعني إذا أنا ما أذكر شهادة أشهد أن علي ولي الله وأشهد أن علي نعم الولي الصلاة تبطل الصلاة ولا إذا ما أذكر عدم ذكرها لا يبطل الصلاة. يعني هي مو وحتى مع ذكرها هو ليس هنالك بطلان للصلاة، وإنما هنا ليس هنالك فتوى في الحقيقة، هنا احتياط وجوبي. فإما أن تلتزم بحيث أنك لا تذكرها أو أنك يعني ترجع في هذه الفتوى إلى السيد صادق الشيرازي. خلني أتأكد من فتوى يعني السيد السيستاني. بلي. هذا سؤالكم أخ مرتضى فقط؟ اي يعني نعم. بس على هذا الشيء يعني إذا ما أذكرها يعني ما علم صلاتي يعني صحيحة إذا أذكرها وإذا ما أذكرها. إذا تذكرها ترجع في هذه الفتوى إلى السيد صادق الشيرازي. نعم. هو الآن الفتوى أو السؤال في موقعه الرسمي سيد سيستاني، السائل يسأل يقول ما حكم الشهادة الثالثة في التشهد؟ فالجواب الأحوط وجوبا تركه. وجوبا تركه. نعم. إيه هيك الجواب. نعم. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله بكم. حياكم الله. زين ناخذ اتصال حسام من سويسرا. تفضل حسام. ألو السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوان يعني اليوم عندي سؤال، ما عندي يعني نقطة صلت الله عليه يعني كثيرة. سؤالين يعني هو بالحقيقة صعب. تفضل. هو السؤالين يعني هو علي الإبراهيمي. نعم. علي الإبراهيمي قد قال نقلا عن الإمام جعفر الصادق أن المقصود في القرآن بالنجم الطارق والنجم الثاقب وزحل هو الإمام علي سلام الله عليه. مالي. فحين أن زحل هو ليس نجم بل هو كوكب لأنه لا يضيء مثل الأرض. هنا أنا أريد من علي الإبراهيمي يعني يثبت لنا ذلك من القرآن أنه هذه النجوم هي الإمام علي من القرآن. القرآن اللي هو كتاب الخالق وليس من كتاب المخلوق الأعوج. بس دقيقة، أنت متأكد أنا قلت أنه كوكب زحل هو الإمام علي عليه السلام؟ متأكد؟ من سأل هذا اليماني لا لا قال ماذا تقول في زحل؟ لا فهو مشتبه. أنا أقول لك مشتبه. بس يا أخي الفيديو موجود. إذا أني ما قلت هو أمير المؤمنين عليه السلام، الرواية تقول هو كوكب أمير المؤمنين عليه السلام، هو هذا الكوكب للأوصية، ما قلت هو أمير المؤمنين. هنا فرق. نعم. الرواية تقول هو كوكب أمير المؤمنين عليه السلام، كان هذول اللي يعرفون بالفلك كانوا يشمئزون منه. رواية يعني رواية. اقرأ الرواية وتتضح إن شاء الله. إن شاء الله أطلع لك رواية بعدين وأقرأها على كل. أنا يعني هي دقيقتين وأغلق الخط. يعني هي سؤال ما عندي يعني استدراك على شغلة، فأنا أريد يعني الجواب ما يثبت إنه من القرآن. ليش؟ طيب. لأنه القرآن هو كتاب المخلوق. اسمعني أخي، اسمعني، ما عندنا اسمعني فقط أخي. القرآن انت مو اسمعني، خلينا نوقف على هاي النقطه. لا 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 لا، مو انت يوم القيامه تفسير. يوم القيامه الله يحاسبك لك تفسير. اسمعني يوم القيامه، يوم القيامه الله يحاسبك على القران، ما له يحاسبك على كتب سنه او شيعة. لا يحاسبك على ان على اتباع العتره. النبي قال اني تارك فيكم الثقلين، ما انت مسكتم بهما لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وعترتي اهل بيته. بموجب القران. حسام أريدك تثبت لي من القرآن عدد ركعات صلاة الظهر
والله سوف يحاسبك يوم القيامة على القرآن ولن يحاسبك على الأحاديث والروايات. تفضل. هسه هي هذه فد مشكلة يعني عدد هذه هم المشاكل. أنا هي أم المعارك قال عنها صدام هذه أم المشاكل. أنا يومي أصلي نوافل نوافل بقد الفرض. مو مشكلة أنت تصلي وما حد يقول لك أنت ما تصلي. مشكلة ما حد يقول لك أنت ما تصلي. أنا أقول لك اثبت لي مثل ما أنت تريد نثبت لك أن الإمام علي هو النجم الثاقب من القرآن. أنا أريد لك تثبت لي عدد ركعات الصلوات من القرآن. تفضل. هذا كتاب الله. هذا انت احكي لي. طيب كتاب الله ندري كتاب الله. اثبت لنا اثبت لنا عدد الركعات من القرآن. هو طلب الصلاة ووضح انه الصلاة الفجر والظهر والعصر وبالليل. طيب وين وضح لنا القرآن عدد الركعات؟ ان عدد ركعات الظهر هو ما وضح. هو ما وضح عدد ركعات. ما وضح عدد ركعات بس جيد. مو مهمه إيه شلون عجل شلون تصلي صلاه الظهر اربع ركعات؟ اي انا اصلي وياها نافله هم اربع ركعات. اي مو مشكله. الان شلون تصلي هم هذه شنو المشكله على اي شيء المغرب. على اي شيء اعتمدت يعني هذا السؤال. شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ كيف اعتمدت على خليت أربعة أو خليت ثمانية؟ يمكن ما تكون صلاة. بس لحظة أبو محمد. شنو الدليل أو على أي شيء اعتمدت أن تصلي صلاة الظهر أربع ركعات ونوافلها أربع ركعات؟ على أي شيء اعتمدت؟ خلي اصلي ثمانية. فالمشكلة صحيح؟ ها؟ مو خلي اصلي ثمانية. يعني انت الان عادي يعني صلاة الظهر تصليها ثمانية عادي؟ لا اصلي اربعة واربعة نوافل. اي مو مشكلة. الان وبالليل كذلك نفس الشيء هم نوافل الليل. اي جيد. فد مشكلة السهية يعني؟ اي فد مشكلة انه على اي شيء اعتمدت انك تصلي هذه الصلاة اربع ركعات؟ على تلك الصلاة مثلا الفجر ركعتان، ليش مو اربع بعد اسوة باخت اخواتها؟ اي خلي اصلي زيادة. في المشكلة خلي اسويها ثمان ركعات. شنو تسوي دي؟ يعني اقول لك طيب اذا ما كان مشكلة يعني طيب اذا لم تكن هنالك مشكلة انك تزيد عدد الركعات فايضا نحن نقول لك لا مشكلة عندنا اننا نقول ان النجم الثاقب هنا علي بن ابي طالب وانتهينا. ليش جاي تشكل حبيبي؟ اسمعني يا انك تتكلم اسمعني. بالمنطق يا اما لا تجاوب بحيث انك ما تعرف. انت انقطعت عن الجواب. اما ان تكون لا انقطعت عن الجواب. يعني هسه انا اذا صليت صلاه الظهر ثمان ركع الله يحذفني بجهنم؟ اي نعم اي اكيد. وينك وش حكي يا اخي؟ وينك وش حكي؟ شكرا على اي حال. شكرا لك حسام. يعني هذه شكرا لك. هذه الطامه الكبرى اللي يجي واحد كل واحد يريد يفسر القران بكيفه. والله انا شلون على كيفي انا ازيد عدد صلاة ركعات الظهر اربع وصلاة العصر خمس ركعات أصليها وصلاة الفجر أصليها ثلاث ركعات وهكذا ألعب، مع أنه معلوم عندنا أن كل زيادة وكل نقصان في الصلاة هي مبطلة للصلاة. يعني كأنك لم تصلي في الواقع تبطل الصلاة. يا حسام إذا أنت ما تستطيع الجواب قل أنا أقف هنا. تقول كيف أنك تريد أن نثبت لك أن النجم الثاقب هو علي عليه السلام من القرآن؟ طيب هنا نحن هنا قرآنيون نحن بحيث أننا نقول حسبنا كتاب الله عمر بن الخطاب. نحن كما أن لدينا قرآن لدينا العترة أو الروايات المفسرة سنة النبي وروايات أهل البيت عليهم السلام هي التي قادتنا إلى هذا التفسير هذا التأويل إلى معاني هذه الآيات. أحسنتم. فقط بلي. نقطة هذا لازم يعرفونها الأخوة إخواني. ما واحد من عندنا هنا يعطي تأويل للقرآن الكريم. خالد تكون واضحة حاش. تأويل نجيبه من أهل البيت عليهم السلام. أحسنتم. التأويل يعرفون أهل البيت عليهم السلام. وأنت لما تقول أريد فقط من القرآن أنا بين قولين، إما أخذ قول قاسم حسام وإما أخذ قول النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال كتاب الله وعترة أهل بيتي. حسام يقول أريد لا فقط من كتاب الله. واحدة من اثنين، بأي قول أخذ؟
يقول لك لا آسف، لا ما ما قولك ما له أي قيمة زين، ولا أصلا يلتفت إليه، لأن واضح الضحالة العلمية اللي قاعد تتكلم فيها، واضح التناقضات اللي قاعد تتكلم فيها. شنو المشكلة أصلي أربعة صلاة الظهر سويها ثمانية؟ شنو المشكلة؟ أزيدكم لا بعد إيه؟ أزيدكم بدل ذاكرت سكرات استغفر الله. ذكرت هاي ذكرت هاي واحد من طغاة بني أمية كان سكران صلى صلاة الفجر الوليد الوليد إيه صلى صلاة الفجر ستة مدري إيش قال أربعة فقالوا له تزودت قالوا تريدون أزيدكم بعد زين يعني شنو يعني ما أخذ الدين على مزاجه هذا كلام باطل. أما الرواية اللي أنت اعترضت في أحد الفيديوهات أحد الأخوة سأل وجبت له رواية ما قلت أمير المؤمنين عليه السلام هو النجم الثاقب هاي الرواية تقول هكذا هذا أحد اللي يعرفون بالفلك إجا إجا نعم إجا للإمام الصادق عليه السلام وتكلموا يا الإمام طبعا الإمام عليه السلام عرف اسمه بإعجاز يعني شاف نور الإمام وعلم الإمام عليه السلام فبدأ الإمام يسأله وذاك ما يعرف والإمام يعلمه 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 بالفلك زين إلى أن قالت الرواية هكذا تقول الرواية الإمام يسأل هذا الرجل فما زحل عندكم في النجم فقال اليماني نجم نحس قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هذا فإنه نجم أمير المؤمنين عليه السلام فإنه نجم أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذا النجم هذا زحل الكوكب هذا لأمير المؤمنين عليه السلام مو هو طيب إيه ويقول الإمام فهو نجم الأوصياء عليهم السلام ونجم الأئمة عليهم السلام أيضا وهو النجم الثاقب الذي قال الله في كتابه فقال اليماني فما معنى الثاقب فقال إن مطلعه في السماء السابعة فإنه ثقب بضوئه حتى أضاء في السماء الدنيا فيقول الإمام عليه السلام فمن ثم سماه الله النجم الثاقب إلى آخر الرواية إذن هذه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام خلي يصير أدب شوية واحد يتأدب من يسمع قول المعصومين عليهم السلام لو أعلم العلماء لو أكثر الفقهاء لما يوصل لقول المعصومين عليهم السلام حتى إذا ما فهمه يا أخواني حتى إذا ما فهمت الرواية الشريفة ارضخ ارضخ تأدب شنو أنت وشنو علمك سيارات من العلماء واحد من العلماء يقول يناقش مثل مدلول الروايات لا عالم لا فاهم لا شيء وتجي بهاي الطريقة الإنسان يجي ويكذب روايات المعصومين عليهم السلام خلي الإنسان يتقي الله عز وجل خلي يخلي بقلبه أنه راح يروح للقبر ويسأل ويحاسب هذا هذا الحديث الآن هذا حديث موجود ومروي يوم اللي ينزلونك بقبرك يا حسام وانت مستهزي بهذا الحديث وما تقبله وتسأل ويتبين هذا الحديث صادر عن الإمام الصادق عليه السلام شنو تجاوب تكذب إمام معصوم شو تقولهم فلذلك خلي الواحد يعرف وزنه ويعرف قيمته ولا يدخل نفسه بأمور هي أكبر منه هذه غيبيات الإمام عليه السلام قال نجم الأوصياء إلى نور هاي أمور غيبية نسلم المؤمنون قد أفلح المؤمنون زين ببداية القرآن الكريم الآن تقول الآية الشريفة إيه أنه المؤمنين شنو يؤمنون بالغيب هذا غيب أنه إلى نور هاي هذه فوق فوق طور إيه؟ من قبلك نعم. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك أحسنتم. هم المفلحون أحسنتم بس هو مفتهمها غلط بالمناسبة هو مفتهمها غلط أنه يقول لك أنه أنت قلت أنه هو أمير المؤمنين مو هو نجم نجم أمير أمير المؤمنين عليه السلام بلي نعم احنا بس نجاوب على سؤال قبل لا ناخذ الاتصال علي من الناصرية كان عنده سؤالين السؤال الأول حول صلاة الليل تفصيلها نعم. تفضلوا دات ليدو جاوبوا بس خلي ممكن ابو محمد تفضل هي صلاة الليل هي 11 ركعة تبدي اول 8 ركعات مثل صلاة الفجر ركعتين 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 مثل صلاة الفجر سهلة وتبدي بعدين عندك اخر 3 ركع هي ركعتين نافلة الشفع وركعة نافلة الوتر نافلة الشفع بعد الحمد قل اعوذ برب الفلق وبعد الثانية بعد الحمد قل أعوذ برب الناس
يعني هي مستحبة، هي مستحبات طبعا، بس هي ركعتين. وبالنسبة إلى نافلة الوتر هي بعد الحمد ثلاث مرات، قل هو الله واحد وسورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. سهل. طبعا هو القنوت. نعم. إيه. سأل عن السيد المرجع حفظه الله شنو، لأنه هو صحيح بين العلماء اختلافات في القنوت يعني. نعم. ذكرتوهم يقولون في بعض العلماء، فبالموقع أو عفوا بالرسالة العملية بهذا النص. طيب بعد أنه وقت صلاة الليل بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، وكل ركعتين منها بسلام غير الوتر فلها بانفراد سلام، ويستحب قراءة. نعم. شنو يقرأ؟ يقول السيد: ويستحب قراءة قل هو الله أحد 30 مرة في كل واحدة من الركعتين الأوليين. وفي البواقي يستحب قراءة السور الطوال كسورة الأنعام والكهف والأنبياء، هذا إن كان في الوقت سعة. ويستحب قراءة الأطول في الركعة الأولى والأقصر في الثانية، وكذا يستحب قراءة الفلق والناس والتوحيد في الشفع والوتر، أو قل هو الله أحد في الجميع. هاي إخواني عند السيد هكذا، يعني بالشفع والوتر تقرأ إما المعوذتين، وإما بدلهم تقرأ قل هو الله أحد. زين. أي. ويدعو في القنوت في قنوت الوتر لأربعين مؤمنا، فيقول، وسأل عن القنوت صح؟ أي. فيقول: اللهم اغفر لفلان وفلان، ويذكر. إذن عند السيد المرجع حفظه الله أنه القنوت يصير بركعة الوتر، بركعتي أو عفوا ركعتي شفع، ركعة الوتر هي هاي الركعة هي اللي يكون فيها القنوت. نعم. أنه يدعو لأربعين مؤمن، وعدة أخي أمور يستغفر الله عز وجل. زين. وهناك عدة أذكار، على أي حال إذا تحب المزيد ارجع إلى كتاب الرسالة العملية، المسائل الإسلامية للسيد المرجع حفظه الله بهذا الباب بعنوان صلاة الليل وفضلها، حتى سهلها عليك، روح للفهرست فورا، ادخل بقسم أحكام الصلاة تلقاها، بقسم أحكام الصلاة تلقى هذا العنوان صلاة الليل وفضلها، راح تلقى هاي المسائل كلها. سؤاله الثاني كان حول ما جاء في زيارة عاشوراء ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة، يقول يعني لماذا إذا كان هو شخص واحد، يعني هذا السؤال متكرر، فلماذا قال ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة؟ فالجواب هو أنه للتأكيد على أن هذا الإنسان يعني من نطفة قذرة، يعني ابن مرجانة معروفة، مرجانة كانت من ذوات الرايات في سيدة زينة. نعم. يا ابن مرجانة، فهنا للتأكيد على أن هذا الإنسان ابن زياد وابن مرجانة لعنهم الله جميعا، فهذا فقط للتأكيد ولتوهينه أيضا أنه من يعني من البغايا، يعني نسبه ليس نظيف. وبيان أحسنتم، بيان قذارة منبته، المنبت عنده قذر، ابن زاني، ابن مشهورة بالزنا، فلعنة الله على ولعن الله عبيد الله بن زياد، هذا هو عبيد الله بن زياد وابن مرجانة، هو هم ابن زياد اللي هو ابن أبي زين، وابن مرجانة اللي كانت مشهورة بالزنا. فلي تعريف هذا، تعريف حال هذا الرجل يعني بعبارة من أمه ومن أبوه. نعم. وعمر بن سعد وشمراء. نعم. ناخذ اتصال إدريس من المغرب، تفضل إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. آمين. يا أخي دائما أسمع هذا السؤال من المخالفين. نعم. وهو اسمعني فقط من الهاتف رجاء. يقول دائما هذا السؤال: أين الإمامة في القرآن الكريم؟ نعم. وهذا الآية: إنما وليكم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لم تعد تقنعهم، مع أن لنفرض هذه لم تقنعهم، ولكن في خطبة الغدير الرسول صلى الله عليه وآله بيّن الإمامة وهي واضحة في سورة في بسم الله الرحمن الرحيم في خطبة يوم الغدير، قال
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. بسم الله الرحمن الرحيم. العفو سيدي، تتقصد الآية السورة الآية أم الرواية؟ إنما وليكم الله وليكم. اليوم أكملت لكم دينكم. كل شيء الآية هي هذه، كل شيء أحصيناه في نعم. إمام مبين بلي. بحيث الرسول صلى الله عليه أحصى علمه في سيدنا علي كرم الله وجهه وصلى الله عليه وآله، ثم سيدنا علي أحصاه في الحسن عليه السلام، ثم في الحسين، ثم في زين العابدين، إلى باقي الأئمة، إلى القائم عليه الصلاة والسلام. من أراد ليؤمن فليؤمن، ومن لم يؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: الشاك فينا في النار، إذا لم يقنعوا فإلى جهنم وبئس المصير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام وبركاته. شكرا لك إدريس. نرجع نجاوب على طارق من ليبيا حول آية الإفك. طبعا يعني إذا الأخ الكريم يريد يرجع إلى كتاب الفاحشة للوجه الآخر العاشر للشيخ الحبيب، هناك الشيخ الحبيب ذكر مفصلا وبحث هذا الأمر مفصلا في أن هذه الآيات نزلت في تبرئة السيدة ماريا القبطية، وأن ما جاءت به عائشة إنما هي روايات مكذوبة. الوقت لا يسعنا حقيقة لتبيان تناقضات عائشة، ولكن الشيخ الحبيب في هذا الكتاب إذا أحبب الأخ أن يتواصل مع الأخوة يرسلوا له، فإن شاء الله تعالى هو موجود كنسخة PDF، موجود هنالك بحث مفصل في الفصل الثاني من هذا الكتاب. نعم، حتى يتبين له لماذا كل هذا الاختلاف وكل هذا التناقضات والحيرة عند أهل الخلاف في هذه المسألة، حتى أنهم اختلفوا في تحديد موقعة أو غزوة المريسيع، هنالك من يقول الخامسة، هنالك من يقول السادسة. على أي حال، الثابت عندنا وعند أهل الخلاف أيضا من روايات عائشة أيضا أن آيات الإفك نزلت في تبرئة السيدة ماريا القبطية صلوات الله عليها، وما عندنا ما جاء من أئمتنا عليهم السلام أن الذين رموا السيدة ماريا القبطية بالإفك هم عائشة وحفصة وأبويهما أبو بكر وعمر لعنهم الله. زين، ناخذ اتصال محمد من البصرة أو قبله. نعم، يلا على أي حال تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لآية التطهير، احنا كنا نعرف أن آية التطهير نزلت في أصحاب الكساء رسول الله والإمام علي وفاطمة والحسن والحسين، لكن عندما نعود إلى المصحف نجدها في وسط آيات تتحدث عن نساء النبي. نعم. فما السبب؟ بلي. نعم، إن شاء الله تعالى نجاوبكم. العفو، بارك الله فيك. الأخ عبد الستير من ليبيا موجود معنا؟ انقطع. ناخذ ياسر من بغداد، تفضلوا ياسر. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. تحية حياكم الله، أهلا وسهلا. تحية وسلام طيب إلى الشيخ ياسر الحبيب، إن شاء الله وصول السلام الداعي إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيلا. العفو، عندي سؤال وطلب. نعم، تفضلوا. سؤالي، كلنا نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام شرع زواج المتعة على أنه حلال، صحيح؟ نعم. طيب، ما هو مصير ابن زواج المتعة؟ ابن شرعي مبارك. ابن شرعي حال نعم، عارف، لكن ما مصيره يعني عندما ينفصلون المرأة والرجل بعد حاله كحال المتولد من الزواج الدائم لا فرق. يعني سؤال أخي الكريم، سؤال لا يختلف، لو الإنسان الابن لا يختلف، لو الإنسان تزوج امرأة، هذا العقد العادي، جلس معها أسبوع،
ثم طلقها بعد ذلك هي حملت زين وجاءت بولد مثلا هذا الولد شنو حكمه؟ نفس الشيء ابن المتعة ما في فرق يعني إنسان طيب طاهر المولد مبارك يرث من أبيه يرث من أمه على حسب الأصول ما في فرق. نعم شكرا جزيلا. هو هذا السؤال كان بس وعندي طلب واحد بس. بلي تفضل. ولا أزعجتكم؟ لا تفضل بالخدمة. خادم ربك يعافيك. شيخي أنا يعني طالب علم فأريد أطلب من حضرتكم الكريمة ذكر أسماء كتب الشيعة الصحيحة المثبتة يعني اللي أستطيع ذاك الكتب الروائية ولا المعتبرة يعني تقصد؟ نعم أتبعها يعني أتبعها العفو أتبعها إن شاء الله تعالى نذكر لك بعض منها إن شاء الله بعد قليل. بارك الله فيك. حياكم الله. الله يسلمكم. عندنا اتصال وليد إسماعيل من مصر تفضل. ألو تفضل. سمعني إن شاء الله؟ نعم. الله عز وجل يقول في بداية سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فقال مفسر الشيعة أن الآية عتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فسؤالي هو عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم سواء العسل في كتب أهل السنة والجماعة أو سواء ماريا في كتب الشيعة حرمها بوحي أم بدون وحي؟ وياريت أكون على الاتصال عشان أسامع. طيب أولا لابد أن تعرف ما هو هذا التحريم، هل هو تحريم تشريعي أم تحريم لغوي؟ إذا قلت أنه تحريم لغوي فليس هنالك منقصة، هو بطبيعة الحال هذا التحريم هو بوحي من الله، لأننا نعتقد كما جاء في القرآن الحكيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله هو بوحي من الله عز وجل، ولكن هنا الفرق أن هذا التحريم هو تحريم لغوي بمعنى منع، أنا أمتنع عن شرب هذا العسل كما جاء في روايات أهل الخلاف، أمتنع عن إتيان زوجتي هذا كما جاء عندنا أو حتى ربما في مصادر أهل الخلاف. على أي حال هذا العتاب على أي حال هذا العتاب أو هذا الخطاب من الله عز وجل إنما هو خطاب ظاهره عتاب إلى نبيه صلى الله عليه وآله، والمقصود به هم عائشة وحفصة. بلي تفضل. طيب أنت تقول أن التحريم هنا تحريم بوحي، فكيف الله عز وجل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن افعل الشيء ثم بعد ذلك يعاتبه على فعل هذا الشيء؟ أليس هذا تناقض؟ ليس هنالك تناقض لا، وإنما لتبيان عظم ما ارتكبته عائشة وحفصة من خلال تآمرهما على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن الآيات جاءت ذامة لهما، وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه. هنا تظاهر من قبل ذكرنا عائشة جان الذبة. على أي حال تظاهرتا اسمعني يوحي له نعم ليس عتابا ظاهريا، هنا ليس عتابا حقيقيا، هنا عتاب لا ليس عتاب. عتاب ليس الطبرائي قال عتاب، شوف الطبرسي قال عتاب، لا لا تذكر لا قال عتاب، شوف انت الان تذكر عتاب. تذكر ان هذا العتاب عتاب ظاهر عتاب بخطاب اياك اعني واسمعي يا جارة، ما في هنا لا موجود حتى عندكم. لا لا اسمع شوف لا مو منكس من حضرتي اياك اعني مو منكس حضرتي حتى مفسروكم لعل له الطبري أو القرطبي في تفسير من تفاسيره لبعض الآيات، الآن لا أتذكر من المفسر عندكم من كبار مفسريكم، قال أن هذا اسمعني اسمع الجواب لا تقاطع اسمع لين أنا أنتهي تتحدث. هذا الخطاب زين هو عتاب في ظاهره إلى النبي، ولكن لماذا؟ لتبيان عظم ما جاءت به عائشة وحفصة.
فهو خطاب موجه إلى الله إلى عفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والمقصود به عائشة حتى تتبين عظم ما ارتكبته عائشة وحفصة من إقدامهما على التظاهر على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى أنه اضطر لتحريم أن يحرم على نفسه ما حرم، سواء كان العسل أو كان ماريا القبطية. ممكن حضرتك أنا بقى أتكلم؟ إيه نعم تفضل. طيب حضرتك هنا بتقول إن العتاب ده إياك أعني أو اسمعي يا جارة وإياك أعني، والكلام ده لا يتوافق مع لغة ولا شرعا. لو أراد الله عز وجل أن يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم لخاطبهن مباشرة، وليس يلقي اللوم على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هو دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الله عز وجل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم تحلة إيمانه، يعني فرض عليه كفارة اليمين أيضا كما قال مفسريك. فكيف الله عز وجل يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم كفار على وحي هو من أوحى به إليه؟ طيب انتهيت؟ نعم تفضل. زين. بالنسبة للنقطة الأولى، هو أنه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله حينما حرم ذلك على نفسه هو تحريم ليس تشريعيا وإنما هو لغوي، بمعنى امتنع. و ما معنى لغوي؟ لغويا يعني أنا أمتنع عن، أنا لن أشرب الماء هذا اليوم، أمتنع عن شرب الماء. هو لغوي، هو إيه؟ هو التشريع، هذا التحريم، هذا التحريم يعني. ما المقصود هنا؟ امتنع وهنا امتنع. إيه هنا امتنع، هذا الامتناع هو من قبل الله عز وجل إلى نبيه أن يفعل هذا الفعل، حتى يتبين عظم ما جاءت به عائشة وحفصة. هذه الكفارة أروح أضرب الأب؟ إيه نعم، هذه من بلاغة القرآن الحكيم. لا ده مش من بلاغة، هذا من بلاغة القرآن الحكيم، من بلاغة القرآن، من البلاغة. حينما يفعل لك يخاطب يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. اسمعني، أنت ذكرت النقطتين، خليني أكمل الكلام. لا تقاطع، هذه مرة ثانية تقاطع وأنا أتحدث. زين، لا تقاطع رجاء، يعني حتى نسيتني شنو نقطتك الأولى، إذا تذكرها نقطتك الأولى مرة ثانية. تحريم اذكر نقطتك الأولى مرة ثانية ولا تقاطع رجاء. حاضر حذكر. الله عز وجل في كتاب العزيز يقول يا أيها النبي لما تحرم، يعني لماذا تحرم؟ طيب. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاتك، أي لتبتغي مرضاتك، والله غفور رحيم. طيب. كيف الله عز وجل يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم على وحي هو من أوحى به إليه، وكيف يضع عليه كفارة اليمين على وحي هو من أوحى به إليه؟ طيب جيد، رجاء لا تقاطع حتى لا نقعد نعيد ونزيد في نفس النقطة. كما قلنا أن هذا التحريم هو من قبل الله عز وجل للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى يصور عظم هذه الجريمة التي أقدمت عليها عائشة وحفصة من خلال تظاهرهما على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى اضطر إلى تحريم هذا الأمر على نفسه. هذه نقطة. تقول أنه لماذا، كيف الله سبحانه وتعالى يعني يجعل كفارة إلى هذا اليمين؟ نقول هنا لتبيان هذا الحكم، أنه من يأتي أو يحرم على نفسه أو يفعل هذا الفعل يبين لنا هذه الكفارة. كما أنتم تقولون على سبيل المثال أن النبي والعياذ بالله سهى في صلاته من أجل تبيان حكم سجدتي السهو، فها هنا نفس المثال، أنه نقول لكم أن النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله عز وجل فعل هذا وأوجب عليه الله سبحانه وتعالى هذه الكفارة، حتى يبين لنا هذا الحكم. حضرتك انتهيت؟ ممكن علق؟ علق.
حضرتك اولا الكلام اللي حضرتك بتتكلمه ليس عليه دليل شرعي لا من قران ولا من سنه ولا من كلام المعصومين عندك، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه التشبيه بحضرتك خطا جدا، لاننا نحن كاهل السنه وجماعه نقول جاز على النبي صلى الله عليه وسلم السهو والنسيان، فاذا سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فهو ليس سهو وحي، اما انت فتقول فان النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل اوحى اليه ان حرم الشيء ثم بعد ذلك حرم الشيء ثم عاتب الله عز وجل على تحريم هذا الشيء ثم فرض عليه كفارة يمين على هذا الشيء الذي أمر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يحرمه، فكيف يعني أنا مثلا كأب أقول لابني، ولله المثل الأعلى، أنا كأب أقول لابني لا تفعل هذا ثم بعد ذلك ابني يفعله فأقول له لماذا فعلت، أقول لابني افعل هذا فإذا فعله ابني فأقول له لماذا تفعل هذا وأضرب ابني وأفرض عليه بعض الأمور وأحرمه من بعض الأشياء، في أي منطق عقل ده؟ ثم تقول هناك فرق بين الأمر الشرعي في المسألة وبين الأمر اللغوي، فعندما سألتك ما هو الأمر اللغوي قلت الامتناع، ما الأمر الشرعي أصلا امتناع، يعني أحمد هو هو الحج أحمد، يعني حضرتك ما جبتش جديد في المسألة، هو هو امتناع في شرعي هو هو امتناع في لغوي، ولكن المسألة أنت حضرتك بتحاول تتوهني، فياريت لو عندك كلام في الكلام المعصومين يطابق كلامك أنت سواء بقى من بحار الأنوار من الكافي من أي كتاب عندك لو سمحت اطرحه علي، وأنا لا يلزمني قولك بل يلزمني كلام المعصومين عندك، فهل عندك من كلام المعصومين ما يؤيد قولك في المسألة أم لا؟ طيب خلاصة الكلام أنك تريد أن تقول أن كيف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو كيف الله سبحانه وتعالى من جهة يقول له حرم هذا الأمر على نفسك ومن ثم أوجب عليك الكفار، وهذا الكلام نقوله أيضا عليكم أنتم، أنت الذي تقول أنه الآن يعني الآن أنت ذهبت وهربت من مسألة إثبات حكم السهو هنا عندكم، قلت أنه هذا إثبات وأنه تشبيه مختلف. هنا النبي صلى الله عليه وآله حينما سهى عن الصلاة سهى بأمر من الله عز وجل أم من 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 ذاته؟ يعني أن أجيبك؟ إيه جاوب. إيه أجيبك؟ إيه نعم. ليس بأمر من الله عز وجل، ليس بأمر بذاته، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن معصوما في هذه المسألة، صحيح؟ نعم نعم نعم. فإذا نحن نقول أن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع فقط، في التشريع هناك آيات كثيرة تذكر ربك إذا نسيت، هناك آيات كثيرة جدا 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 في هذه المسألة، فأنا لا أريد أدخل فيها. طيب. ولكن أنا مسألتي واحدة هنا، هل عندك كلام من المعصومين عندك من كتبك عندك بأدلة صحيحة تروي ظمأ إيه في هذه المسألة؟ طيب الآن الروايات تجدها إن شاء الله تعالى، ولكن مسألة أنك تقول أن النبي صلى الله عليه وآله فقط معصوم في التشريع فقط، فإذا هنا شرع سجدتي السهو بنسيانه، كيف النبي صلى الله عليه وآله يسهو في صلاته وينسى ومن ثم الله سبحانه وتعالى يأتي بهذا الحكم؟ هنا أنت تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قد ينسى ويسهو في كل فعل من أفعاله، هذه من جهة، وهذا نحن الذي لا نقول به ولا نسلم، لأننا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في جميع أفعاله وسكناته وأقواله، النبي صلى الله عليه معصوم. حينما الله سبحانه وتعالى قال أوحى إليه أنك حرم هذا الفعل، هو بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له أن يحرم أو يمتنع عن هذا الأمر،
تقول لي كيف يوجب هذا عليه الكفارة؟ نقول لتبياني هذا الحكم. ما المانع إذا كان الآن أنك تقول إذا كان النبي صلى الله عليه وآله نسى في صلاته بغير من بعدم أمر من الله عز وجل، وتقول أن جاء الله سبحانه وتعالى بتبيان حكم سجدتي السهو في حينما ينسى النبي صلى الله أو ينسى الإنسان في صلاته يأتي بهذا الحكم سجدتي السهو. لماذا جوزت إلى نفسك هنا أنه يأتي الحكم من الله عز وجل في تبيان النسيان في الصلاة؟ لماذا جوزت إلى نفسك هذا الأمر ولم تجوز لنا نحن حينما نقول أن هذا أمر من الله عز وجل وجاء بهذا الأمر لتبيان هذا الحكم؟ ما الفارق بين المسألتين ها هنا؟ حضرتك رد أنا بقى؟ إيه تفضل. أولا أنا ما جوزت ولا هناك فرق بين الشيئين أو بين المسألتين. أنت حضرتك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسى متعمدا، فسألتني قلت لي هل النبي صلى الله عليه وسلم نسى متعمدا؟ فقلت لك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى متعمدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى بأمر من الله عز وجل ليفعل الشيء. أنا قلت وسألتني هل هو النسيان ده ذاتي أي من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوحي؟ قلت لك نعم، النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوحي، قلت لك هناك آيات كثيرة تدل على ذلك، إلا أن تأتي بدليل أنت قطعي أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى لكي يقيم ركعتين لكي يفعل سجدتي السهو، وهذا ليس عندك دليل عليه. أنا لا أخذ بهذا القول، لا أخذ بهذا القول حتى أثبت شيء. فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، وإلا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فلماذا الله عز وجل يقول له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله واذكر ربك إذا نسيت؟ هناك آيات كثيرة جدا، فلا تحاول خلط المسألة. لا ليست خلط هنا. خليني أكمل في نحن تفضل خلينا أكمل. كمل أنت كلام. أنت تقول في الآية أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتنع عن الشيء، ثم إذا امتنع عن الشيء قال له لما امتنعت عن هذا الشيء، ويلوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتناع عن هذا الشيء، ثم يفرض عليه كفارة على هذا الشيء الذي أمره الله عز وجل أن يمتنع عنه. في أي عقل بشري نتكلم؟ أنا طلبت منك طلب بسيط جدا جدا جدا، حاول تسند قولك لقول معصوم عندك، إن كان عندك اتفضل ادهولي، لو ما كان عندك قل لي اديني وقتي أبحث عنه وادهولك، لكن إن أنت هتتكلم كده كلام يعني زي ما بيقولوا كده من كيس حضرتك أنا لا أرضى به. طيب. وإلا لو حضرتك هتتكلم في مسألة النسيان أفتح لك الآن الطبطبائي والطوسي والطبراسي وهما بيتكلموا عن النسيان، وأجيب لك العلماء الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسهو. فما تدخلناش في مسألة أخرى. الله يبارك في عمرك ويهديك يا رب للحق. شوف يا وليد فلو سمحت لا تتلاعب بالألفاظ. أولا أنا قلت لك خلاص ما يلزمني كيسك. زين أولا أنا حينما ضربت لك مثال حول سجدتي السهو ليس الدخول في مسألة السهو والنسيان، لو تدبرت أنا في مسألة تبيان حكم أنزله الله سبحانه وتعالى وتشريع من الله له، بغض النظر أنا لا أسلم بما بهذا القول، وإنما ألزمك بما تقول. أنت تقول كيف النبي صلى الله عليه وآله يحرم على نفسه وهو من الله، ومن ثم يأتي يلومه أو يعاتبه؟ قلنا لك كل هذا الأمر هو عتاب ظاهري من الله عز وجل إلى نبيه، كما قلنا أن هذه المسألة هي خطاب فيه عتاب ظاهري إلى النبي، ولكن المقصود به عائشة وحفصة، أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بهذا الكلام، ولكن المقصود به عائشة وحفصة حتى يتبين عظم الجرم الذي جاءت به عائشة وحفصة. الآيات ليست منفكة عن مسألة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أنت تريد أن تحور هذه الآية أو هذه المعنى أنك
تخرجها عن سياقها. سياق الآيات واضحة جدا، وهي أنها جاءت في تبيان عظم ما جاءت به عائشة وحفصة من التظاهر على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أنت جئت واختزلت هذا الأمر في مسألة أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه ويفرض عليه هذه الكفارة، ونسيت أن الآية الكريمة أو السورة لها تتمة. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إذن الخطاب عتاب إلى النبي إن جاز التعبير، ولكن المقصود به هو عائشة وحفصة. لا تختزل وتقتطع الآية الكريمة وتقول أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه ويعاتبه ويفرض عليه هذه الكفارة وتتغاضى عن سياق الآية وسبب نزول هذه الآيات، وهي أن عائشة وحفصة قد صغت قلوبهما، قلبيهما قد صغتا، عائشة وحفصة، لأنهما تظاهرتا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل كذبت عائشة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حينما قالت: إنك شربت نشم منك ريح مغافير، تقول احتلنا له. فإذا هذه المسألة أنه حينما أنت تغتزل الآيات وتقتطعها عن سياقها هذا ليس لك، لأن الآيات واضحة أنها جاءت في ذم عائشة وحفصة. بعضها تفسر بعض. نعم. أولا بداية كده أنا ما اختزلت الآيات، أنا سألتك في أول آية. لو عايز حضرتك نتكلم في سورة التحريم بصفة عامة ما في مشكلة إن إحنا نتكلم في سورة التحريم بصفة عامة. أول تفضل. أنا تكلمت معك في أول آية، وللأسف الشديد سقطت وأتيت من كيسك ولم تأتي حتى بكلام معصوميك. دائما تقولون نحن أتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ناقشناكم أتيتم بأفكار من عقولكم وليس من كتبكم على ما نقول عليه، بل نحن من نأتي من كتبكم بما هو دليل عليكم. فعندك الطوسي وعندك الطبراسي وعندك الطبطبائي قالوا أن العتاب في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الله عز وجل إذا أراد أن يعاتب مؤمنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المؤمن، أو أن أراد أن يعاتب امرأة فاسقة عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. الآية تقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وهنا طامة كبرى على رؤوس من يطعن في أم المؤمنين عائشة، فهنا إثبات من الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتغي مرضات أزواجه، أي كان يطلب رضائهن رضي الله عنهن وأرضاهن. لا تترضى عنهما، رجان لعنهم الله، لا تترضى عنهما هنا. فكيف الله عز وجل تذكرهما بدون ترضى، ثم بعد ذلك تقول أن العتاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون موجها إلى نسائه، فكيف لله عز وجل ألا يوجه الخطاب مباشرة إلى النساء؟ ما يمنع الله عز وجل أن يوجه الخطاب مباشرة إلى النساء، حتى على الأقل لا يضعنا الله عز وجل في هذا الموقف أنا وأنت، وتكون الآيات صريحة. فأنا طلبتك الآن، معلش اديني وقت زي ما أنا عطيتك وقتك، هل الآن عندك من كلام المعصومين ما يؤيد قولك، أم أن هذا الكلام من فكرك أنت فقط؟ إن كان عندك فتفضل، أنتوا أربعة قاعدين قدامي. طيب. يعني المفروض واحد بيتكلم والثلاثة بيبحثوا عن أقوال المسألة. اسمع يا وليد، اسمع. أولاً
اولا انا ما خلصت كلامي، لو سمحت اخلص كلامي وبعد كده انت حضرتك زي ما انت عايز. انت قاعد تعيد نفس الاسئله والاخ ابو انا بس قاعد قلت نفس الكلام برضه، ما راح نوصل الى نقطه نهايه. انت قاعد تطلب انت ادله نفس الكلام، بل انت قرات لي الايات كلها، يعني اضطريت طيب. ان انت تقرا انت طلبت اسمع وليد من المساله الاولى، اسمع انت طلبت دليل من المعصومين عليهم السلام سؤال واحد في هذا المعنى اللي ذهب إلى الأخ أبو أميري. اسمعني شوف، خل أعطيك هاي قاعدة عامة حتى تعرف. إحنا عندنا أصول في عقيدتنا، أصول من هذه الأصول أن الأنبياء عليهم السلام معصومين حتى من ترك الأولى، هذا اللي نعتقد فيه إحنا، يعني ترك الأولى النبي صلى الله عليه وآله معصوم من عنده. هذه الأصول أي شيء يأتي سواء من أحاديث موجودة أو حتى في القرآن الكريم، هذا الشيء يؤول. لماذا؟ لأن النص القطعي المجمع عليه بين عصابة أهل الحق أن الأنبياء عليهم السلام معصومون، طيب أو معصومين. اللي أريد أقوله يا وليد، إحنا نريد نعرف السبب اللي أدى إلى نزول هذه الآية، السبب الظاهري، شنو السبب؟ حتى نفهم أنه فعلاً المراد بالعتاب نبينا صلى الله عليه وآله أم عائشة وحفصة، بعبارة أخرى تقريع لعائشة وحفصة. لما نقرأ هذه المسألة وهذه القصة نعرف أنه نزلت هذه السورة المباركة بعد أن تظاهرت عائشة وحفصة على رسول الله صلى الله عليه وآله. دقق على هذا السؤال ولازم تجاوبني عليه، لازم نحرر هذا الإشكال. اسمعني ما كملت وراح أترك لك المايك تتكلم. لازم تجاوبني على هذا السؤال المهم، أنا فقط قدمت لك هذه الأمور فقط حتى تعرف شنو عقيدتنا في الأنبياء عليهم السلام وأنهم معصومون صلوات الله وسلامه عليهم، لا يخطئون. فما ورد من أحاديث أو آيات قرآنية تؤول لحفظ عصمة الأنبياء عليهم السلام. أنت هنا السؤال الأول لك لابد أن تجيبني عليه. أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وآله من هذا التفسير اللي أنت ذهبت إليه حرم هذا التحريم. طيب بالخلاصة، هل النبي صلى الله عليه وآله أخطأ حينما فعل هذا الفعل أم أصاب؟ جاوبني على هذا السؤال، وإن شاء الله بعد هذا الجواب، بعد جوابك على سؤالي هذا عندي تعليق على جوابك، سواء قلت أصاب أو أخطأ. تفضل. لا حضرتك قبل ما تسأل السؤال أنا أجاوب الأول على الأخ الأول وبعد كده حضرتك تسأل السؤال وبعدين أجاوب عليك فيه، ما فيه مشكلة. وإلا أنت عايز دي مناظرة من جديد مع حضرتك، ما فيش مشكلة. لا لا، هي مو مناظرة من جديد، هي هذا برنامج ذاك المايك، برنامج ذاك المايك حوار مفتوح للجميع، أي إنسان يتصل يعني من القلب للقلب مع المتصلين اللي يستفسرون. هذه مو مناظرة، مجرد حوار. زين، فلذلك لا تحاول تأطرها بإطار المناظرة. المناظرة أمر يعلن عنه، يصير تقسيم للوقت، طيب يصير استعداد للمناظرة. اللي أنت قاعد تسوي ويانا هذا حوار، زين، فلذلك ما أريد نضيع الوقت. تفضل وجاوب على سؤالي. أخطأ أم أصاب؟ أولا حجاوبك على السؤال البسيط. الله عز وجل عندما يعاتب أحد لا يعاتبه على شيء صواب، وإن كان عندك دليل على غير ذلك من كلام المعصومين فتفضل به. يلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هو إيش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعبارة أخرى أخطأ. زين، أخطأ النبي صلى الله عليه وآله أخطأ. شوف يا وليد، السؤال هنا جايك بعد ما قلت النبي صلى الله عليه وآله أخطأ، بما أنك جوزت أنه صلى الله عليه وآله يخطئ في جانب من الجوانب، سواء الأمر العادي غير التبليغ، فما الدليل على عصمته من باقي الأمور أن يخطئ فيها؟ ما الدليل؟ أنت كده دخلت لنا في أسئلة العصمة. نعم نعم، أنا دخلتك في نعم، لأنه لا خلاصة قولك تريد أن تثبت للناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخطأ حينما حرم ماريا عليها السلام عليه. فلذلك أريد أن أناقشك نقاش عقلي. جاوبني الآن، يأتيك ملحد. اسمعني يأتيك ملحد حتى تعرف. ما كملت بس أريد أوضح إشكالي. حضرتك أنا أنت بس خلي أوضح إشكالي وليد، جاوبتك بسرعة جدا. طيب خلي أوضح إشكالي، خلي أوضح إشكالي، طيب خلي أوضح إشكالي وراح أتركك تجاوب إن شاء الله. خليني أنا أجاوب وليد راح أخليك تجاوب إن شاء الله. شوف والله ما عاد خليني أجاوب. إيه أنت وإلا كنت خليتوني أجاوب على الأول. طيب انت يعني اعطيتني انت لما قلت النبي صلى الله عليه واله اخطا، اريد افهمك شنو قصدي.
وراح اتركك تجاوب واتركك المايك تتكلم فيه انت ان شاء الله. فقط اسمع، شوف، لما قلت ان النبي صلى الله عليه واله اخطأ بهذا التحريم، طيب سؤالي لك لازم تجاوبني عليه عقليا. يجيك ملحد، يجيك نصراني، بما انك اثبتت للنبي صلى الله عليه واله انه يخطئ في جانب من الجوانب، فما الدليل على عصمته من باقي الجوانب؟ تفضل جاوبني استاذنا. قبل ما تنتقل الى مرحله اخرى، هل العتاب يكون على صواب ام لا؟ طيب الاخ ابو امير جاوبك ونكرر. لا انت تجاوبني. لا انا انت ذكر. لا شوف يا وليد، شوف انت قلت ما موجود عندكم ايه ولا ما عندكم روايه. لا اسمع، شوف هاي التدليسات مالتك. يقول ما عنده ان اي خطاب عتاب للنبي صلى الله عليه واله. اسمع يا وليد، اسمع اسمع وليد اسمع، انا راح اجاوبك على هذه المساله، مساله عتاب النبي على الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على صواب ام لا؟ إيه فاسمع الجواب إذن عن منه هو. إيه اسمع الجواب عن ابي عبد الله عليه السلام قال. لا منه هو. ايه اللي هقول يا جماعه؟ الناس دي بتهرب. لا ما نهرب، هذا برنامج مفتوح وانت اتصلت. انت اسمع الجواب. اسمع جوابك يا اخي، ليش اسمع ولا تدور؟ لا تقاطع. لو سمحت انا ولا ما بلف ولا دور، انا اسمع منه. هو الاجابه ليش هو مو قال انتوا اربعه؟ قال إيه هذا هو. قال إن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ما عاتب الله عز وجل به على نبي، ما معناه ما عاتب، عفوا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال معناه ما عاتب الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وآله، فهو يعني به ما قد مضى في القرآن مثل قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا عنا بذلك غيره. فإذا هذا الذي قدمناه وقلناه لك في بداية سؤالك أو اتصالك، قلنا لك أن هذا الخطاب هو بإياك أعني واسمعي يا جارة. فإذا هو عتاب ظاهره إلى النبي، ولكن المقصود به هو عائشة وحفصة حتى يتبين لهما عظم هذه المسألة، عظم ما جاء به من مسألة، وهي تظاهرهما على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فافهم يا وليد. خلاص حضرتك انتهيت من السؤال؟ خلصت. نعم. انتهيت من كلامك؟ نعم. دي قولي بقى حضرتك، هو يجاوبنا على السؤال ده، هل العتاب يكون على صواب أم لا؟ طيب هو الجواب، شنو الجواب على هذا السؤال؟ الجواب على هذا السؤال أن المعاتب صلى الله عليه وآله ظاهرا والمقصود به غيره، كما نطقت هذه الرواية الشريفة. أنا أقول لك العتاب. طيب. أنا بكلمك بالضبط. العتاب للنبي صلى الله عليه وآله ظاهرا، لكن اسمعني، المقصود به غيره. أنا ردت أنقلك إلى النقاش بالنقطة الأصلية. وليد أستاذنا ما تحور كلامي. طيب أنا سألتك سؤال مباشر وصريح وبصفة طيب. عامة، هل يكون العتاب على صواب أم لا؟ لا طبعا، لا طبعا، ليس هنالك عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس هنالك اصلا عتاب للنبي، احنا لا نسلم ان المقصود به النبي. هي هاي المشكله. المشكله اسمعني اسمعني يا وليد، انت 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 لما اريد اناقشك نقاش عقلي اثبت وياي، اثبت وياي. شوف احنا لا نسلم ان 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 هذه الايه المعني بالعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انا المفروض ان انت نحن نقول المعصومين كيف يقول الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به غيره؟ طيب هذا لاثبات عصمته صلى الله عليه واله. طيب اسمع وليد، والذي ذكرناه قبل قليل لم يكن قول معصوم. لو سمحت اسمعني. لا في مسألة العتاب، اسمع يا وليد، اسمع يا وليد، حكم أو عتاب على النبي صلى الله عليه وسلم. العتاب التفسير من شوي الذي ذكرته لأبي عبد الله عليه السلام، هذا قول معصوم أم ليس قول معصوم؟ ممكن على تفسير أبي عبد الله عندك؟ ايه تفضل. أولا أنا ممكن أصدقك وممكن أسمع كلامك لما يكون العتاب ليس بعده نهي وليس بعده غلظة وليس بعده تحريم وليس بعده العتاب الذي ذكرناه قبل قليل وقلناه وذكرناه وفسرناه عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا معناه هذا التفسير من النبي، من معصوم أم من غير معصوم يا أخي؟ اسمعني
اسمع يعني. انت مطلبت روايه تدل على يعني ذلك يعني جئنا بك بالروايه. هذا العتاب الان الذي جئنا به او هذا التفسير من ابي عبد الله عليه السلام هذا قول معصوم او غير معصوم؟ طلب القول معصوم. انا ما عندي معصومين عندكم اصلا. شلون تقول اذا لابد تريد ان نعمل معصوم؟ انا ما عندي معصومين عندكم اصلا. عفوا. وبعدين انت قرات الروايه بلا سند. بلا سند في الكافي الشريف. انت تريد منا انت يعني تريد ان نجيب لك روايه على مزاجك يا وليد؟ لا لا انا ما إيه؟ اريد ذلك. خليني بس اكمل. تريد روايه على مزاجك؟ موجود السند ولكن انا اقراه لك على طول من عن الامام عليه السلام. خليني اكمل فكرتي للناس. ايه تفضل. لا اله الا الله. يعني انت لما انا بسيبك بتاخد وقتك زي ما انت عايز. الله المستعان. طيب انت هنا مدى الطوار هنا سألت المستعان. سألت الأستاذ الله المستعان عليك لأنه أنت الآن ساكت ودا أسمعك تقاطع وما تسمع وتتداخل وتستخدم كلمات إنشائية وهتافية ومطيباتية. ده واحد ثالث. اسمع أنت أنت تقاطع مدى أصلا نص الوقت ما تسمع. زين يعني خلنا نشوف يعني شنو عندك الأول مع واحد وبعدين شنو عندك يا وليد شنو عندك متصل انت شنو عندك أنت متصل على برنامج فيه أربعة مذيعين يعجبك يعجبك ما يعجبك الطب تضرب راسك بأقرب حيطة عندك. واحد منكم ويكلمني. إيه لا أوي. احنا هذا البرنامج طبيعته أربعة وتعلم هذا جيد. يبقى اسمعوا مني. إيه اسمع أوي. إيه اسمع لا تفكرنا خايفين منك يعني. كلمة واحدة وليد. كلمة واحدة انت طلعت عضلاتك وقلت اجيبوني هل لديكم قول معصوم؟ نعم اجيبوا. الدنيا بس الدنيا بس انت الذي خلق وخطأ قول المعصوم عندك. انت من جعل الخلاف بين أربعة. اديني بس قول المعصوم اديك انا دلوقتي تقول المعصوم عندك خلاص. يلا احكي احكي احكي. طيب احكي لك. ايه احكي. في كتاب من لا يحضره الفقيه ماذا قال الشيخ الصدوق؟ قال ان الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لو جاز ان يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز ان يسهو في التبليغ. لان الصلاة عليه فريضة. طيب. كما ان التبليغ عليه فريضة. وهذا لا يلزمنا وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يقع على غيره. وهذا يكذب كلام الأخ اللي قال لك نحن مجتمعون على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وهذا يكذب قولك أن النبي صلى طيب. الله عليه وسلم لا ينسى ولا يسهو. زين تمام زين. دي النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بس ما معنى قول الله عز وجل وإما ينسينك الشيطان؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى فلماذا يقول الله عز وجل وإما ينسينك الشيطان؟ طيب أول شيء بس أخليك علي تجاوب. أول شيء أنت جبت بقول الصدوق هل هو هذا قول معصوم؟ هذا أول يعني سؤال نسألك. لا إياه. قول أنا برد على الأخ اللي قال لي نحن مطبقون هذا مطبقون على أن هذا قول معصوم. لا ينسى ولا يسهو ولا هذا ليس بقول معصوم فكيف تحتج علينا بغير بقول غير يا معصوم؟ يا أخي صديقك ما لو عشان أنا لو بكلم واحد كان فهم. لا ما انت مو عارف شنو تقول. انت مو عارف شنو تقول. قال اسمع وليد قال في بدايتي حتى الناس تفتهم قال انه حينما فسرنا في بدايه الاتصال حتى الكل يفهم لان صارت مقاطعات وصار تشويش وهنا وهناك كلام. زين في بدايه اتصاله حينما انا بينت له معنى هذا التحريم في سوره التحريم الايه الاولى وقلت له أن هذا خطاب في ظاهره عتاب إلى النبي وليس هو حقيقي وإنما هو جاء على سبيل إياك أعني واسمعي يا جارة وأنه ليس هنالك العتاب الحقيقي. قال في طيات كلامه قال هل هذا كلامك يعني هذا كلام معصوم عندكم من تفاسيركم من هذا الكلام أو هو من كيسك يا أبا سلطان؟ يعني ما ذكر اسمي ولكن أنا أقول هذا.
يعني هو لابد أن يلتفت أيضا السادة المشاهدين أن هذا البرنامج مفتوح، ليس هنالك تحضير إلى هذه الأسئلة، فإنما نحن نحدث بذاكرتنا، فليس يعني ليس هنالك عندنا الروايات جاهزة. اسمعني إلى أن أنتهي زين. فليس هنالك ليست هنالك عندنا الروايات أو مجهزين ومحضرين إلى مثل هذه الأسئلة، فهو كل متصل يتصل بنا الآن، فيكون الجواب على قدر يعني ذاكرتنا وحافظتنا. فحينما جئنا إليه بهذه الرواية التي ذكرها شيخنا شيخ الإسلام شيخ الكليني في كتاب الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، ومعناه ما عاتب الله عز وجل به على نبيه، فهو يعني به ما قد مضى في القرآن، عنا بذلك غيره، يعني ليس المقصود به نبينا صلى الله عليه وآله وإنما المقصود به غيره. قال هل لم تأتي لنا بسند هذه الرواية؟ أنت عليك أولا بقول المعصوم، لماذا تتعلل وتتحجج بمثل هذه الأمور مع أن هذه الرواية مسندة كما ذكرها شيخ الإسلام الكليني، شيخ ثقة الإسلام الكليني عفوا. فهذا التعلل، ثم جاء وقال أن مسألة السهو والنسيان، وجاء بقول الشيخ الصدوق، هذا ليس قول معصوم ولا نأخذ به على أي حال. يعني هذا الآن مشهور الطائفة عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله منزه عن السهو والنسيان وما شابه ذلك، الآيات الذي استدل بها لا نأخذ بتفاسير أهل الخلاف حتى يأتي ويلزمنا بقوله. مسألة ثالثة، الله سبحانه وتعالى حينما قال عفى الله عنك، حينما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، هنا الله سبحانه وتعالى هل بالفعل يعني يعاتب نبيه أم لا؟ هنا ليس هنالك عتاب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ثبتهم وهو الذي جعلهم قاعدين كما ذكرت الآيات الأخرى. فالقرآن تفسير القرآن يرجع به إلى أهل البيت عليهم السلام حتى يفهم هذا المعنى، حتى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول عفى الله لما أذنت لهم، هل الله سبحانه وتعالى هنا يعاتب نبيه؟ كيف الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول لا، هو الذي يعني ثبطهم أو الآن لا تذكر الآية. ممكن أتكلم أنا ولا أنت؟ فهذا نسمعك إحنا، ولكن لا تقاطع حتى نبين بس للسادة المشاهدين أن هذه المسألة تفسير الآيات يرجع فيها إلى أهل البيت، لا إلى تفاسير أهل الخلاف التي يسيئون وينسبون السهو والنسيان والخطأ والعتاب، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يعاتب نبيه بهذا العتاب والخطاب في بعض الأحيان الشديد اللهجة. تفضل يا وليد. ممكن أنا أتكلم مع حضرتك؟ تفضل. أظن أنا سمعتك. أولا أنا ما جبت أي تفسير من أهل الخلاف. إذا كان أنتوا عندكم خلاف ما بينكم ما بين بعضكم ما بين الطوسي والطبراسي والطوائف، حلوه مع بعض، دي مشكلتكم أنتوا كشيعة مع بعض، تمام؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الله عز وجل يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فهنا إما أن تقول أن الله عز وجل غفور رحيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله عز وجل غفور رحيم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أنت حطيت نفسك ورطة أديك 100 سنة أن أنت تطلع منها. كلمة غفور رحيم أو جملة غفور رحيم، الذي معني بها النبي صلى الله عليه وسلم أم الذي معني بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. لا، الله غفور رحيم، ولكن هل معناه أنه حينما يقول والله غفور رحيم أنه يغفر إلى المنافقين والكافرين؟ الله غفور رحيم، نعم. أنا سألتك سؤال واحد، جاوبني بجابة. لا 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 لا، شنو أنت مصادر على المطلوب؟ تريد إما هذا أو أما هذا؟ لا، الله غفور رحيم، ولكن لا 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 يمكنني أن
يعني أتماشى مع إشكالك حتى تقول لي تلزمني برأيين. الله سبحانه وتعالى لا، الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم، ولكن هل بمعنى أن الله يغفر إلى المنافقين؟ يا أخي أنا ما سألتك عن المنافقين. لا، الآن حينما الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، هل معناه أنه يغفر لهم؟ هنا الغفران، الغفران هل بمعنى تحقق الغفران؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هل بمعنى الله سبحانه وتعالى حينما يقول أو الله غفور رحيم في آيات كثر ليست في هذه الآية، هل معناه أنه يغفر إلى المنافقين؟ أنا ما تكلمت عن آيات أخرى. لا لا تلزمني بقولك. من المقصود هنا بالله؟ الله سبحانه وتعالى في آيات كثر، هل بمعنى أن الله تحقق هذا الغفران؟ افهم، لا تلزمني بقولك، لست ملزوما بقولك، هذه مصادرة على المطلوب. هي في لا في هذه، ولكن ليس بمعناه أنه يغفر إلى المنافقين وإلى المنافقات. عائشة وحفصة من المنافقين والمنافقات، ليس معنى حينما الله سبحانه وتعالى غفران على النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة أو على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ليه بتبدل كلام؟ لا شوف أنت تريد أن تلزمني، لا ليست ورطة، وإنما أنت تريد أن تلزمني بقولك، ليس هذا هو المراد من الآية، إما النبي وإما عائشة وحفصة. ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم في آيات كثر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو المراد، كثير آيات قرآنية يقول الله فيها والله غفور رحيم. الآية ديت فسر لي الآية ديت، المغفرة والرحمة هنا لمين؟ المغفرة والرحمة إلى المؤمنين، إلى المؤمنين لا يكون إلى المنافقين. إيه؟ لا تعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعني إيه نعم، لا تعني النبي صلى الله عليه وآله. ما بالضرورة، الآية حينما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ليس معناه أنه حينما الله سبحانه الله النبي صلى الله عليه وآله حينما فعل هذا الفعل يعني أنه ارتكب إثما حتى الله سبحانه وتعالى يغفره له. أنت يبقى إذن من الذي ارتكب اسم في الآية؟ اسم عائشة وحفصة. نعم. إذن المغفرة والرحمة لعائشة ورحمة. لأنها مرتبطة بإنت توبى إلى الله، إنت توبى إلى الله، ليست ورطة يا وليد، لا تستحمق نفسك. آيات سياق واحد. في النبي صلى الله عليه وسلم. إنت توبى إلى الله، هنا مش الله غفور رحيم. إذا تابتا عائشة وحفصة، لا عائشة وحفصة هما المطالبتان بالتوبة من الذنب. المغفرة والرحمة لعائشة وحفصة. إذا تابتا بشرط أنت توبى إلى الله فقد صغت قلوبكما. لا شوف، لا ليس كذلك يا وليد، الآيات سياقها واحد، والله غفور رحيم، إذا تابتا أنت توبى إلى الله، الله يغفر لكم والله غفور رحيم. نعم يا أخي، نعم يا أخي، هل الآية تحتمل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة وحفصة، المراد عائشة وحفصة. إذن المغفرة إما أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، المغفرة تكون إلى عائشة وحفصة، تكون إلى عائشة وحفصة. يا أخي مش أنت اللي لسه قايل القاعدة إياك أعني، إياك يعني واسمعي يا جارة. نعم إياك يعني واسمعي يا جارة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل خطابه من الجارة في الآية، الجارة عائشة وحفصة. يبقى إذن المغفرة والرحمة لعائشة وحفصة. إذا تابتا أنت توبى إلى الله وعليكم السلام يا مؤمنين، لا للمنافقين ولا للكافرين. أنت توبى إلى الله، الله سبحانه. لا خلاص أنت ختمت، قلت وعليكم السلام، توكل على الله. زين، أنت توبى إلى الله، الله يغفر لكم، الله غفور رحيم. نعم، أنت توبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، فإذا الله غفور رحيم إذا تابتا.
افهم يا وليد، أنت الآن وقعت في شر أعمالك، أنت تريد أن توقعنا وأن تحرجنا، ولكنك وقعت وسقطت في الفخ. الله سبحانه وتعالى حينما قال والله غفور رحيم وإياك أعني واسمعي يا جارة كما قال أئمتنا عليهم السلام، فهذا يعني أن الجارة على اللي يقول لي من هو الجارة، الجارة عائشة وحفصة، ولكن بشرط ماذا؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. تفضل علي. طبعا بهذا الحوار انفتحت عدة نقاط وعدة مواضيع، لما تنتهي من نقطة يقفز إلى نقطة أخرى، وطبعا يا ريت تكون يجاوب على الأسئلة اللي طرحتها ضروري. هذا الأمور أبو أميري، هاي تفاصيل يريد هو مستقتل أن يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخطأ والعياذ بالله، وهذا الحكم للمسلمين، من اللي واقف في جانب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا سألته قلت له النبي أصاب أم أخطأ؟ سؤال، هذا فعل النبي، تحريمه لماريا عليه السلام، تحريم ماريا على نفسه، أصاب أم أخطأ؟ شوف أخواني قفز، شنو قال؟ قال وهل العتاب، العتاب الموجه إلى بمعنى هو يثبت أنه أصاب أو أخطأ، كان بهذا المضمون يعني ما أنقل كلامه بالنص. الجواب شنو؟ الجواب أنه إحنا أصلا لا نسلم أن هذه الآيات هي في عتاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فهمت؟ لا نسلم، نقول أن المقصود بها عائشة وحفصة. ليش ما رجعت لإشكالي لما أقول لك النبي أصاب أو أخطأ؟ عقليا أنت جوزت أن يخطئ صلى الله عليه وآله في جانب من الجوانب، فما الدليل على عصمته من باقي الجوانب؟ أنت قلت النبي أخطأ لما حرم ماريا على نفسه والعياذ بالله، طيب، ولكن هب جدلا أنه صلى الله عليه وآله والعياذ بالله كما تقولون أخطأ، ما الدليل على عصمته من باقي الأمور التي يؤديها إلينا عن الله عز وجل؟ إن قلت قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صار دور، لأن هذا القول اللي أنت تستدل به خرج من هذا الذي يحتمل أنه يخطئ، طيب، فيما يؤدي إلينا. جوزت أن يخطئ في جانب من الجوانب، فالعقل لا يمانع أنه يخطئ في باقي الجوانب، فأبطلت نبوته صلى الله عليه وآله. هذا كلام الزنادقة الملاحدة الكفرة اللي يقولون بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله يخطئ، زين، فيما يؤدي عن الله عز وجل. لما تناقشني عقليا تذعن إذا كنت منصف فعلا إلى الفطرة التي في نفسك أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل. هذه النقطة جدا مهمة، لا تنتقل إلى أمور هي فرعية، زين. أكثر من مرة الأخ أبو أميري يجاوب ويرجع يعيد الإشكال بطريقة أخرى، أكثر من مرة الأخ أبو أميري يعطي الأدلة بس عفوا محمد دقيقة، أكثر من مرة الأخ أبو أميري يعطي الأجوبة ويعطي يعني الرواية أيضا استدل فيها الأخ أبو أميري رواية عن الأمة عليهم السلام، يقفز إلى نقطة أخرى. ذكر هو قال أنت قلت أننا مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم، نعم، الشيعة قاطبة، الصدوق وغير الصدوق مطبقون على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأتحداك، اسمع، هذا أخذ التحدي وروح اكتبه، وأتحداك أن تثبت هذا القول للشيخ صدوق رحمه الله أنه سهى بالمعنى الذي تقولون فيه أنتم أنه من الشيطان، والله تحدي إلى يوم القيامة. الشيعة مطبقون على عصمته صلى الله عليه وآله. الخلاف عند الصدوق مو في أنه يسهو من الشيطان، لا، في الإسهاء، هذا تدليس. الصدوق شنو يقصد بالإسهاء؟ الله عز وجل، يعني بعبارة أخرى تبدل التكليف. الصدوق يقول بهذه المقالة النبي صلى الله عليه وآله، طبعا الإسهاء أيضا إحنا لا نقول به، نعم،
لا نقول به، ولكن هذا قول الشيخ الصدوق رحمه الله وهو قول شاذ. ولكن على هذا قول الشيخ الصدوق رحمه الله لا يقول بالقول الذي تقولون به أنتم أنه صلى الله عليه وآله ينسى من الشيطان والعياذ بالله، وجاء بآيات متشابهة ليثبت أنه صلى الله عليه وآله يخطئ ويسهو. هذا كلام باطل. اسمع، يقول الطبرسي رحمة الله عليه، هذا الآن أقرأ قول الطبرسي في هذه المسألة، يقول: فإنا لم نرى أصحابنا من جوز عليهم، أي المعصومين عليهم السلام، السهو مطلقا في غير التبليغ، وإنما جوز الصدوق وشيخه طيب الإسهاء من الله لنوع من المصلحة. يعني حتى صدوق من يستدل بهذه المسألة، مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله سهى وصلى يعني الركعات مو بالتمام زين، ثم بعد ذلك أخبروه، الصدوق ما يعتقد أن الشيطان أنساه، حاشا لله، كما يعتقد الصدوق أنه إسهاء من الله عز وجل، أي تبدل التكليف لمصلحة ما، كما يعتقد الصدوق. وأكرر إخواني الأعزاء، نحن لا نقول حتى بقول الشيخ الصدوق لا نقول به، ولكن هذا هو قول الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. فأنا لك أن تقارن قول الشيخ الصدوق رحمه الله وقول علمائكم، حتى قول الشيخ الصدوق رحمه الله لا يطعن من قريب ولا من بعيد بعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله. إشكالنا هو عليكم أنتم اللي جوزتوا أنه يخطئ ويسهو من الشيطان، شلون نطمئن في باقي ما يؤدي عن الله عز وجل؟ لا تستدل علي بأي شيء صدر منه صلى الله عليه وآله إذا جوزت أنه أخطأ أو سهى من الشيطان نعوذ بالله. لماذا؟ لأنه هذا اللي صادر عنه سواء القرآن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وهو الذي ألقاه للناس، في واحد يشك بهذا؟ القرآن كلام الله طيب المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله، ومحمد صلى الله عليه وآله ألقاه للناس وأخذوه منه صلى الله عليه وآله. زين، لا تستدل لا تستدل علي بالقرآن، أناقشك عقليا طيب. لماذا؟ لأن العقل يثبت بطلان الاعتماد على أقواله صلى الله عليه وآله إن جوزنا عليه الخطأ، وكذلك بطلان اعتماد على أقواله يعني من الأحاديث وما صدر عنه من القرآن الحكيم. هذه الطامة العظيمة لازم تخلصون أنفسكم بها. إحنا لما نجي نتناقش في مسألة في آيات القرآن الحكيم وأنه هذا الدل هكذا وهذا الدل هكذا، أنا أول ما تكلمت معك قلت لك عندنا أصول، هذا أصولنا شنو؟ أجمعت عليها عصابة أهل الحق، هاي أصول الأنبياء عليهم السلام، الأوصياء عليهم السلام معصومون لا خلاف في هذا. طيب، فما يرد من أحاديث أو آيات قرآنية فإنها تؤول ووجدك ضالا فهدى. طيب، أنت تقول مما قال بعض مفسريكم أن النبي صلى الله عليه وآله كان مشركا والعياذ بالله، الجواب كلا، عندنا تفاسير تقول وجدك ضالا عند قومك فهداهم إليك، هكذا مضمون الرواية يعني، أو فبك هداهم. زين، آيات قرآنية أخرى عفى الله عنك لما أذنت لهم. طيب، هذه الآيات أئمتنا عليهم السلام علمونا قاعدة، يعني ليش جبت لك هاي الأمثلة؟ وحتى هاي آية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كل هذه الآيات ظاهرها خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وباطنها والمراد بها غيره. والقرآن نزل كما علمنا أئمتنا عليه السلام بإياك أعني واسمعي يا جارة، فانتبه لما تهبد، بقولة إخوان المصري هذا هبد اللي قاعد تتكلم فيه هبد. لماذا؟ لأنه ما في بيننا وبينك مساحة أصلا للحوار بهذه الأمور الفرعية، خلينا نتناقش بالأصول. أنت لو كنت شجاع فعلا كان جاوبت على أسئلتي لما قلت لك هاي الأسئلة العقلية، بس ما جاوبت عليها، التجأت فورا إلى النقاش بالفرعيات، لأن تعرف نفسك أنه العقل يقطع بعصمته صلى الله عليه وآله من جميع الجوانب، فهمت؟ فلذلك حاول تكون منصف، وإذا بالاتصالات الجاية اتصل وناقش بإنصاف، ناقش بعدم مقاطعة، ناقش بعدم فتح عدة نقاط وعدة أمور. إحنا لما نريد نناقشك مثلا في هذه المسألة المفروض أولا نناقشك في عصمته صلى الله عليه وآله،
يعني ما ننتقل الى الامور الفرعيه لان لا يقولون انه معصوم وحتى هذا يقول انه النبي صلى الله عليه واله يبتغي مرضات ازواجه يعني طيب. كانما يعمل بالهوى النبي صلى الله عليه واله. فاذا يا ابو اميري احنا مختلفين في التاويل مال القران الكريم، خلي نتناقش هذا اللي اردت اقوله باختصار والختام ان شاء الله، خلي نتناقش على الاصول حتى يتبين هذه النقطه للناس ومن اللي عقيدته صحيحه في النبي صلى الله عليه واله، اللي يحفظه ويقول عنه معصوم اللي يقول عليه نعوذ بالله عبس وتولى، نعوذ بالله أخطأ، نعوذ بالله يريد ينتحر كما روت عائشة في البخاري، من اللي يحفظ مقام النبي؟ الخيار المنصفين. بل احنا نشكر الأخوة المشاهدين والمتصلين والأخوة الذين لم نجب على أسئلتهم، إن شاء الله تعالى نجيب عليها في يوم الغد في بداية حلقتنا يوم الغد. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عنهم.